السلام عليكم. دقيقتين إن شاء الله ونبدأ الورشة العلمية بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع. أتمنى إن شاء الله يكون الصوت واضح لدى الجميع بإذن الله. أهلا وسهلا بكم في الورشة العلمية التدريبية التي تنظمها منصة الباحثين والأكاديميين إنفاد حول موضوع معاصر حقيقة من المواضيع التي، هل الصوت واضح عند حضراتكم؟ نعم، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. من المواضيع الهامة الحديث عنها في مضي الأيام حول استخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويعني كان هناك العديد من الحديث حول الذكاء الاصطناعي واستخداماته، حتى ظهر لنا مؤخرا إحدى الأنظمة التي تستخدم في كتابة البحوث العلمية باستخدام الذكاء الاصطناعي. حقيقة هذه الورشة يعني ستحمل إن شاء الله شقين. الشق الأول يعني سيكون نظري، وفي بعض المناقشات التي نود أن نناقشها حول الذكاء الاصطناعي، وهل هو فعلا يصلح للاستخدامات الخاصة بالبحوث العلمية، لأنه هذا الموضوع يعني موضوع لابد من أن يتم إيضاحه، بأنه الماهية من الاستخدام وكيفية الاستخدام وما هي العناصر التي يمكن الاستفادة منها في أنظمة الذكاء الاصطناعي في كتابة البحوث العلمية باستخدام هذا النوع من الأنظمة. فلذلك حتى نصل إلى إجابة مقنعة حول هل هناك فاعلية فعلا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة البحوث، لابد أن نعلم ماهية عمل الذكاء الاصطناعي، بعض المقدمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، حتى ندرك كمتخصصين وأيضا غير مختصين في الذكاء الاصطناعي، نستطيع من خلال معرفة آلية العمل بأنه هل فعلا آلية العمل هذه تتناسب مع طبيعة كتابة البحوث العلمية أم لا. فهناك بعض التساؤلات التي إن شاء الله سنناقشها في خلال هذه الورشة العلمية، وسننتقل إن شاء الله في الجزء الآخر لاستخدام نظام الشات GPT، هذا النظام الذي ظهر مؤخرا والذي تحدث عنه يعني العديد من الباحثين، تحدث عنه العديد من المؤسسات التعليمية، وهل فعلا هذا النظام يستخدم بالشكل المطلوب في مساعدة الباحثين في كتابة بحوثهم العلمية. طيب، في البداية يعني سأسأل سؤال بديهي جدا يعني حول المصطلح الذكاء الاصطناعي. برأيكم ماذا نعني كلمة أو بمصطلح الذكاء الاصطناعي؟ ما هو المقصود بالذكاء الاصطناعي؟ بكلمتين ممكن شرح بسيط من مفهومنا عندما نسمع كلمة الذكاء الاصطناعي.
ماذا يتبادر إلى أذهاننا عند سماع الذكاء الاصطناعي؟ ماذا يتبادر إلى أذهاننا عند سماع مصطلح الذكاء الاصطناعي؟ طيب، الصوت واضح عند حضراتكم؟ جميل، جميل جدا، جميل جدا. أرى بعض المداخلات التي تقول بأنه بذكاء آلي، أو هو استخدام الحاسوب لمحاكاة طريقة عمل الدماغ البشري، العقل الآلي. جميل جدا، استعمال التكنولوجيا، استعمال السوفت وير، الريبورت أو الريبورت عفوا، ذكاء مصنوع، الآلة الرقمية. جميل جدا، أشكركم على هذا التفاعل. إحنا يعني أغلب اللي تفضلتوا فيه صحيح في تعريف الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي بأبسط العبارات ممكن نحكي إنه هي الأنظمة أو الأجهزة التي تحاكي الذكاء البشري. عقل الإنسان مكون من مجموعة من الخلايا العصبية التي طبعا رب العالمين في يعني خلينا نحكي داخل هذه الخلايا أوجد داخل هذه الخلايا العصبية ذاكرة تخزن معلومات هائلة جدا، ولا يستطيع أي جهاز حاسوب حقيقة أن يصل إلى ذاكرة الإنسان، سبحان الله في خلقه. ولكن الذكاء الاصطناعي جاء لمحاكاة هذا العقل أو الذكاء البشري خلينا نحكي لأداء مهمة معينة كما يؤديها الإنسان، ويمكن أن تحسن من نفسها استنادا إلى معلومات التي تجمعها. الإنسان يعيش في بيئة معينة أو يولد في بيئة معينة، يستقبل معلومات، يستقبل بعض السلوكيات أمامه، وعندما يكبر هذا الإنسان يترجم هذه السلوكيات لما تعلمه سواء في داخل البيئة الاجتماعية أو في البيئة التعليمية أو حتى في بيئات أخرى ممكن يكون اختلط فيها. هذه الطريقة، ولكن باستخدام الحاسوب تعطيه كم من المعلومات، وهي المعلومات التي توفرها البيئة وليوفرها طبعا الإنسان بهذه الحالة. فالذكاء الاصطناعي ليس بأذكى من الإنسان، لأنه أساسا يأخذ هذه المعلومات أو يتم حفظ هذه المعلومات عن طريق الإنسان. فبالتالي الذكاء الاصطناعي يقوم بجمع هذه المعلومات من الإنسان نفسه، ثم يحاول تحسين هذه أو يحاول ترجمة هذه المعلومات إلى سلوكيات، وبالتالي هناك عملية تحليل أكيد في استقبال المعلومة. أول شيء عملية الاستقبال، ثم عملية التحليل، ثم عملية اللي هو ردة الفعل، أو خلينا نحكي السلوك الذي يؤديه الذكاء الاصطناعي. فإحنا بدنا نعرف بأنه الذكاء الاصطناعي ببساطة هو محاكاة للعقل أو للذكاء البشري، معلومات تحلل، هذه المعلومات تترجم إلى سلوك، فبالتالي ولكن باستخدام اللي هو خلينا نحكي لغة الآلة، أو باستخدام البرمجية الأنظمة أو الأجهزة التي لها القدرة على معالجة هذه المعلومات. آلية العمل ببساطة، طبعا هناك مراحل تطور راح نتحدث عنها، ولكن آلية العمل ببساطة عمل الذكاء الاصطناعي هو يعتمد على شيء اسمه قاعدة البيانات المعرفية أو النولج بيس، وهذا طبعا يمر بمراحل مستصيب. بعرفوا إنه الذكاء الاصطناعي مر بمراحل بينت يعني بدأت من الخوارزميات وانتهت بالتعلم العميق، ولكن الأساس اللي استندت عليه آلية عمل الذكاء الاصطناعي هو قاعدة بيانات معرفية نولج بيس. يتم وضع مجموعة من البيانات أو ضخ كمية هائلة من البيانات داخل هذه القاعدة، وبعدها
الذكاء الاصطناعي بيجي دوره هون في تحليل هذه البيانات من خلال الشبكات العصبية. في بعض المصطلحات باللغة العربية بسموها الشبكات العصبونية، اللي بتكون هي محاكاة للشبكات العصبية الموجودة في العقل البشري. بتحليل هذه البيانات، تحلل هذه البيانات بناء على ما تم تخزينه داخل قاعدة البيانات المعرفية أو النولج بيس. فإحنا هون بنتكلم، إذا حكينا عن قاعدة بيانات معرفية، إحنا بنتكلم عن ذاكرة كبيرة جدا لتخزين هذه البيانات، ثم قدرة كبيرة جدا لمعالجة هذه البيانات من خلال عملية التحليل اللي هي باستخدام الشبكات العصبية أو الشبكات العصبونية. بعد تحليل هذه البيانات وهذه القدرة الهائلة في عملية تحليل البيانات التي تحتاج إلى قدرات فائقة جدا بجهاز الحاسوب الذي يقوم بهذه العملية، تتحول إلى نتائج أو سلوك، تتحول إلى نتيجة معينة يؤديها الذكاء الاصطناعي، سواء كان الذكاء الاصطناعي على هيئة ريبوت اللي هو الرجل الآلي احنا بنسميه، أو على هيئة برنامج نظام زي ما راح نتناول إن شاء الله خلال هذه الورشة، اللي هو مثال عليه نظام الشات جي بي تي. تتحول إلى نتائج أو سلوك، بعطيني نتيجة معينة بعطيني سلوك معين. ولكن الشيء المرعب هنا حقيقة في الذكاء الاصطناعي، بديش أحكي مرعب، يمكن شوي هذا المصطلح صعب، بدي أحكي الشيء المخيف أكثر يعني بصراحة في الذكاء الاصطناعي، إنه هو في عملية تحليل البيانات لما تتحول إلى نتائج أو سلوك، هو يعني بهذه الحالة يحاول التفكير بتحليل هذه البيانات بناء على وجهة نظره، فبالتالي قد يصل إلى مرحلة، إذا وصلنا إلى مرحلة الذكاء الاصطناعي الفائق، قد يشكل خطراً على حياة البشر. فبالتالي إحنا راح نتحدث عن هذه المسألة، ولكن إحنا بتكلم بما أنه البيانات هذه تحلل، فبالتالي السلوك سيكون بناء على هذه البيانات. بعد ذلك سيتم عملية معالجة لهذه البيانات وتحليل خاص فيه كما يعمل العقل، أو خلينا نحكي الذكاء البشري. هذه الحالة هنا تشكل الخطورة في الذكاء الاصطناعي. طيب، هذه آلية عمل مبسطة، يمكن هذه الرسومات في الأنظمة الخبيرة تعود أو تحدث عنها المختصين في الأنظمة الخبيرة، ويمكن في النوليدج بيس والبيانات اللي تخزن في النوليدج بيس أو في قاعدة البيانات المعرفية. طيب، نمشي أكثر في تعريف الذكاء الاصطناعي، في استخدامات الذكاء الاصطناعي. ليش البشر سعوا إلى تطوير الذكاء الاصطناعي؟ أكيد إحنا بنستخدمه لأغراض فائدة وليست لأغراض سلبية. الفائدة الأولى أو الاستخدامات اللي بنحاول من خلال الذكاء الاصطناعي، إنه لتحليل المعلومات الهامة. في بعض المعلومات تحتاج إلى تحليل عميق جداً، هذا التحليل يعتمد على بيانات. إذا اليوم أنا عندي، على سبيل المثال حتى أبسط الشيء، إذا اليوم أنا عندي خليني أحكي سجلات لأكثر من 6 مليون بني آدم أو 6 مليون شخص موجودين حول العالم، أريد إيجاد نقطة الاشتراك بينهم بين 6 مليون بني آدم. العقل البشري يستطيع تحليل هذه البيانات، ولكن سيأخذ وقت وجهد طويل جدا حتى يحلل النقاط المشتركة بين 6 ملايين بني آدم موجودين عندي سجلاتهم على هيئة مثلا، خلينا نحكي بعض المعلومات عنهم، العمر، خلينا نحكي التخصص، المؤهل العلمي. حتى أحلل هذه النقاط سأحتاج إلى وقت، يستطيع العقل البشري، ولكن سيحتاج إلى وقت، سيحتاج إلى موارد، سيحتاج أيضا إلى خلينا نحكي دعم مادي كبير جدا حتى يصل إلى المعلومات بعد وقت طويل جدا، أو إلى النتيجة النهائية. فبالتالي تيجي هنا مهمة الذكاء الاصطناعي، إعطاء هذه المعلومات اللي هي هسه إحنا بنسميها، أو إعطاء هذه البيانات عفوا اللي هي بنسميها في الآن بنسميها بعصر البيانات الضخمة أو البيانات البيج ديتا، بيانات كبيرة جدا لا يمكن لبشر إنسان أن يستطيع تحليل هذه البيانات في وقت قياسي أو في وقت سريع جدا، يحتاج إلى استخدام الأجهزة الحاسوب أو الذكاء الاصطناعي كما قلنا في تحليل هذه البيانات.
فإذا يستخدم في تحليل المعلومات المهمة الهامة. بناء على هذا الاستخدام أكيد هو سيستخدم هذه المعلومات أو هذه البيانات، يحولها إلى معلومة، ثم تصبح هذه المعلومة شيء يمكن قراءته بالنسبة للذكاء الاصطناعي، وبناء عليه يقدم التوصيات. فالذكاء الاصطناعي ممكن أنا اليوم أستخدمه في عملية إيجاد نقاط مشتركة بين 6 ملايين نسمة، يقدم توصية بأنه 6 ملايين نسمة هذه النقاط المشتركة بينهم، هذه توصية، وبالنهاية سينتج عن هذه التوصية فهم لمشكلة معينة. ممكن تكون في مشكلة أنه النقاط المشتركة هذه أدت إلى مشكلة معينة موجودة في المجتمع، فبالتالي هنا ممكن ندرس سلوكيات، ممكن ندرس ليش هيك بيصير مثلا في مكان معين، في دولة معينة، في مجتمع معين، ومن هنا نوصل إلى فهم لهذه المشكلات، وبالتالي إيجاد حلول ناجعة معها أكثر. الأساس هو تحليل لهذه البيانات، تقديم التوصية، وهذا اللي راح يأخذ جهد بالنسبة للباحث نفسه في استخدام هذه المعلومات، ثم تحليلها، ثم تقديم التوصية. فالفكرة أنه تقديم التوصية سيساعد من الذكاء الاصطناعي، سيساعد في فهم المشكلات وبالتالي تقديم الحلول. طيب، مراحل التطور للذكاء الاصطناعي مهم جدا أن احنا نعرف وين واصلين الآن في الذكاء الاصطناعي، لغير المختصين والمختصين أيضا، وين وصلنا الآن في الذكاء الاصطناعي. كثير مستخدم كلمة ذكاء اصطناعي يمكن من سنوات، في تخصصات الآن انبنت على مسميات الذكاءات أو الذكاء عفوا، فبالتالي هذا لازم نعرف إحنا وين واصلين. هل اليوم إحنا نستطيع ندرس هذا التخصص، ولا هذا التخصص في بداياته يعتبر؟ لا، خلينا نشوف. مراحل التطور كانت من الخوارزميات المبكرة، وكان الهدف من هذه الخوارزميات هو إجراء محادثة مع شخص، زي ما تقريبا بعض الأمور اللي بدأت في، إذا بتتذكروا سابقا، في بعض المواقع كانت توفر الدعم الفني الآلي أو الاتصال عن طريق الهاتف. كنا في السابق نتحدث مع شخص عن طريق الهاتف، إذا أردت اللغة العربية رقم 1، إذا أردت اللغة الإنجليزية رقم 2، إذا أردت الخدمة التالية رقم 3 إلى آخره، للتحدث مع موظف الخدمات رقم مثلاً زر النجمة. هذه خوارزميات مبكرة، الهدف منها هو إعطاء أوامر معينة لإجراء محادثة مع شخص معين حتى أوصل إلى خدمة معينة، زي اللي بتستخدمها أغلب شركات الاتصالات في الردود على استفسارات العملاء. نتيجة لهذا التطور وحال الأنظمة الخبيرة أو النظم الخبيرة، وهون تطور لمحاكاة البشر ذوي الخبرة اللي عندهم خبرة أكبر في الرد على هذه الاستفسارات. الآن إذا دخلنا على بعض المواقع سنجد هناك أنظمة خبيرة، ممكن أجي أسأله سؤال، أريد مثلا معرفة كيفية التسجيل في الموقع، يعطيني إجابة كاملة تفصيلية. هذا نظام خبير، لأنه أنا معطيه كافة الخبرة الذي يحتاجها المستخدم في استخدام هذا الموقع، هذا يعتبر نظام خبير. فبالتالي إذا ممكن أسأله استفسار، أدخل على موقع مؤسسة معينة مثلا، في هناك بعض بيسموها هي الأنظمة الخبيرة المستخدمة، أو موقع مثلاً لبنك معين، هناك بعض الأنظمة اللي بسموها اللي هي الأنظمة الخبيرة، ممكن أسأل سؤال كيف يتم فتح الحساب في البنك، يعطيني الإجابة مباشرة. كيف أهي الأوراق المطلوبة لفتح الحساب، يعطيني الإجابة مباشرة. هذا يعتبر من النظم الخبيرة، وهو تطور للخوارزميات المبكرة. زمان كنا نستخدم الهاتف، أعطي أمر معين يعطيني الخدمة بأنه يمكنك التحدث مثلا مع موظف، خلينا نحكي اللي هو استقبال العملاء أو خدمة العملاء. طيب، تطور أكثر حتى ما نضيع وقت ويتحدث مع الموظف، نشغل وقت الموظف، صار في عنا الأنظمة الخبيرة. الأنظمة الخبيرة تحاكي خبرة الموظف هذا في الردود على العملاء، فبالتالي هو يستطيع أن يعطيني الإجابة الكافية التي يعني لا تحتاج لأي تدخل بشري. هذا النظام الخبير. بعدين وصلنا إلى مرحلة متطورة أكثر، اللي هي مرحلة الشبكات العصبية، أو بسموها أحيانا الشبكات العصبونية باللغة العربية، واللي طبعا بنيتها مستوحاة من الدماغ البشري. في الشبكات العصبية، في الدماغ البشري هناك مجموعة من الشبكات العصبية،
واللي كانت تصلح لحل المشكلات الصغيرة من حيث حجم البيانات. صحيح صار في لنا شبكات عصبية في الذكاء الاصطناعي، واللي هي عبارة عن الشكل التالي الآن. إذا بتشوفوا في الشكل التالي، بيكون في عنا معلومات knowledge base، بعدين في عنا شيء بيسموه في الذكاء الاصطناعي أو في الشبكات العصبية بالتحديد اللي هو الطبقة الخفية. الطبقة الخفية هي اللي بتتم فيها عملية اللي هو معالجة البيانات وربط هذه البيانات مع بعضها البعض وتحليل هذه البيانات حتى نصل إلى المخرجات أو طبقة المخرجات. هذه الطبقة الخفية تحاكي الدماغ البشري أو الشبكات العصبية في الدماغ البشري. هناك طبقة خفية داخل الشبكات العصبية، يمكن المختصين في الطب يعرفوا هذا الشيء، هي عبارة عن شبكات. هذه الشبكات تعمل بناء على الموضوع اللي يفكر فيه الإنسان الآن ويحاول حل مشكلة معينة. اليوم إذا الآن بدأت الآن بالتفكير، لدينا مشكلة مثلا، هذه المشكلة نريد السفر مثلا إلى مدينة معينة بأقل تكلفة. حاولوا الآن التفكير في هذه المشكلة، كيف ممكن أنا أسافر من مدينة إلى مدينة بأقل تكلفة معينة؟ أول شيء راح يتبادر في ذهني، طب كم هذه المسافة؟ هل هذه المسافة بعيدة؟ هل المسافة يمكن قطعها عن طريق البر؟ هل يمكن قطعها عن طريق الجو؟ هل يمكن قطعها عن طريق البحر؟ فإذا هذه عملية بنسميها هي عملية التحليل للسؤال اللي أجانا أو للمشكلة اللي وردت في أدمغتنا أو حتى في الشبكات العصبية. سنجد أنفسنا في تحليل الآن، إذا كان هناك طريق بري جيد، ما هي الوسائل المستخدمة في الطريق البري؟ وكم من الوقت تستغرق؟ جيد. الآن جواً، ما هي الوسائل التي يمكن استخدامها؟ أكيد الطائرات. طيب ما هي المسافة أو الوقت المستغرق؟ جيد. بعد هيك إذا كان في عنا بحراً، أكيد راح ناخذ برضو الوسائل والمسافة اللي ستصل بنا إلى تلك المدينة مثلاً. فإذا وجدت إن والله في طريق بري بتكلفة أقل من الطائرة مثلاً، فبهذه الحالة ستكون حل هذه المشكلة بالنسبة لي. أنا الآن أحاكي دماغ البشري اللي هو الدماغ الطبيعي. في الشبكات العصبية في الذكاء الاصطناعي، في نفس هذه الخطوط إذا بتشوفوها، في طبقة خفية تعمل. إذا سألت سؤال، أريد اليوم الذهاب من العاصمة عمان إلى مدينة مثلا، خلينا نحكي مدينة لندن في بريطانيا، ما هي أقل تكلفة ممكنة؟ الشبكات العصبية مهمتها الآن جمع هذه المعلومات اللي أنا أعطيتها إياها، ثم تحليل هذه المعلومات والخروج بمخرج بالنهاية بيكون عندنا في طبقة المخرجات. في هذه المرحلة بالذات في الشبكات العصبية من مراحل تطور الذكاء الاصطناعي، كانت تعمل بطريقة ممتازة جدا، بس كان المشكلة فيها بأنه حجم البيانات التي يمكن تحليلها قليل جدا بالمقارنة مع الشبكات العصبية في الدماغ البشري. فبالتالي ذهبنا إلى مرحلة متطورة أكثر في الذكاء الاصطناعي اللي هو تعلم الآلة، وطبعاً بيعتمد على الخوارزميات، بيعتمد على النظم الخبيرة، يعتمد على الشبكات العصبية، ولكن تعلم الآلة كان الهدف من وجوده هو تحليل وتشخيص الأمراض التي يمكن مثلاً أن يمر بها الإنسان أو التي يعاني منها الإنسان حالياً مثلاً، أو الكشف عن المعاملات الاحتيالية إذا كان هناك مثلاً شهادة معينة يتم فحصها. وهذه المرحلة تسمى المرحلة اللي هو الرؤية الحاسوبية، اللي كان الحاسوب بياخذ صورة معينة، بيلتقط صورة معينة، ثم يقوم بتحليل هذه الصورة عن طريق برامج خاصة بالإيميجينج بروسيسينج، ومن ثم بعد ذلك يعطي النتيجة النهائية. هذه المرحلة يعني وجدت لتشخيص بعض الأمراض الموجودة في المستشفيات. كانت بعض المشاريع فعلاً اللي خرجت اللي كانت يتم الكشف عن الخلايا السرطانية الموجودة، أبعد الله عنكم إن شاء الله كل مرض، ومن خلال صورة الأشعة أو صورة لهذه الخلايا. فبالتالي هذه المرحلة بالذات تعلم الآلة كانت يعني مشهورة بمرحلة الرؤية الحاسوبية، اللي هي قراءة الصور، تحليل هذه الصور، ومن ثم الخروج بنتائج. استخدمت في تشخيص الأمراض، واستخدمت أيضا في الكشف عن المعاملات الاحتيالية، التزوير للعملات، وإلى الآن تستخدم، يعني تستخدم في العديد من
الشركات في الكشف أيضا عن المعاملات الاحتيالية. طيب تطورنا بعد ذلك حتى وصلنا إلى مرحلة التعلم العميق. نحن الآن نعيش في مرحلة التعلم العميق بناء على الخوارزميات المبكرة والنظم الخبيرة والشبكات العصبية التي وضعتها مراحل تطور الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة اللي هو صار فيه رؤية حاسوبية. وصلنا إلى مرحلة اللي هي مرحلة الديب ليرنينج أو التعلم العميق. طبعا هنا في هذه المرحلة تطورت الشبكات العصبونية أو العصبية بعدد كبير من الطبقات الخفية. إذا رجعنا شوي هنا كانت الشبكات العصبية بعدد محدد. في مرحلة التعلم العميق أصبحت الطبقات الخفية اللي مهمتها عملية التحليل أكبر في هذه المرحلة، وبدأ استخدام اللي هو مصطلح بنسميه اللي هو أيضا اللي كان في لغة الآلة أو تعلم الآلة اللي هو الكمبيوتر فيجن أو الرؤية الحاسوبية لوصف الصور المختلفة. في هذه المرحلة بالذات خرجت عنا اللي هي مجموعة من الأشياء التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. أضرب عليها مثال الروبوتات. الآن أصبحنا نشوف روبوتات متطورة جدا تستخدم الشبكات العصبية وتستخدم أيضا الكمبيوتر فيجن. وإحنا عارفين إنه الإنسان العيون لدى الإنسان مشبوكة مع الدماغ، فبالتالي هو يترجم أي صورة اليوم الآن نشوفها. إذا شفتوا الآن مثلا السلايد اللي أمامكم تدركوا ألوان هذا مثلا السلايد، فبالتالي بتعرف أنه في لون أزرق في لون أبيض. هذا التحليل مرتبط مع العين، ما رأت حولته إلى رسالة في الدماغ، وبالتالي عملية التحليل تمت عن طريق الشبكات العصبية. التعلم العميق وصل إلى هذه المرحلة، وصل إلى شبكات عصبية هائلة في تحليل البيانات كبيرة جدا في طبقات خفية معينة، ووصل إلى الكمبيوتر فيجن بطريقة متطورة من خلال ما مر به من مراحل خلال اللي هي تعلم الآلة. فأصبح عندنا ذكاء اصطناعي مكتمل يستطيع رؤية الصور كمبيوتر فيجن، ويستطيع تحليل هذه إرسال هذه الصور إلى الشبكات العصبية أو العصبونية في دماغ الإنسان، أو عفوا في دماغ الذكاء الاصطناعي، ومن ثم يتم تحليل البيانات الكبيرة جدا من خلال الطبقات الخفية في هذه الشبكات، ومن ثم الخروج بوصف كامل للصورة كاملة. اليوم احنا بنشوف روبوتات ممكن نتعامل معاها تمشي بتمشي، إذا وقفنا أمامها بتوقف. طب شو الشيء اللي خلى هذه الآلة تتوقف عند رؤية حاجز مثلا؟ هو التعلم العميق، شبكات عصبية وكمبيوتر فيجن أو رؤية حاسوبية. الرؤية الحاسوبية التقطت حاجز أرسلت للشبكات العصبية، هذه الشبكات العصبية قامت بتحليل ما جاء من بيانات من خلال الصورة توقفت. القيادة الذاتية الآن للسيارات، في بعض الشركات بدأت الآن بطرح سيارات في الذكاء الاصطناعي تقود من ذاتها. كيف تعمل هذه السيارات؟ هناك أيضا رؤية حاسوبية للطريق، هناك شبكات عصبية تحلل كل صورة تلتقط، يعني خلينا نحكي مئات الصور في ثواني حتى تحلل هذه الصور، ومن ثم تخرج بنتيجة معينة. هذا إحنا عايشين الآن في مرحلة الذكاء الاصطناعي، وخصيصا في مرحلة التعلم العميق الديب ليرنينج. وما زلنا لأن هناك زي ما أنتم شايفين الآن، يعني المراحل بدأت بالخوارزميات ثم انتقلت للنظم الخبيرة، الشبكات العصبية، تعلم الآلة والتعلم العميق. هذا طبعا إحدى أجهزة الأنظمة الخبيرة التي كانت تعمل سابقا، هذا التمثيل للشبكات العصبية. لاحظوا تعلم الآلة كيف، مثلا على سبيل المثال إحنا حكينا تعلم الآلة يعتمد على الكمبيوتر فيجن، يعتمد على إنه إحنا في إنا صور مثلا لكعك وعنا صور لتفاح. إذا كانت الصورة مصنفة سيدرك مثلا بإنه هذه الصورة كعك، فبالتالي الرؤية للكعكة بالنسبة له خلص أصبحت في الشبكات، أو خلينا نحكي داخل الشبكات العصبية، إنه أول ما يشوف هذه الصورة على طول بميز بأنها كعكة وليست تفاح. هذا طبعا بعد ما صار في إنه تطور بين تعلم الآلة، ووصلنا إلى مرحلة اللي هو التعلم العميق الذي وصل إلى مرحلة الشبكات العصبية التي تحمل مئات من الطبقات الخفية داخل تلك الشبكات، بالإضافة إلى الرؤية الحاسوبية. طيب
ننتقل إلى أنواع الذكاء الاصطناعي بشكل سريع حتى لا نطيل في المقدمة حول الذكاء الاصطناعي، ولكن مهم جدا أن ندرك هذه المعلومات حتى نعرف إحنا وين واصلين نحكم على شات جي بي تي في كتابة بحوثنا العلمية. طيب، أنواع الذكاء الاصطناعي، هناك طبعا ذكاء الاصطناعي اللي كان بدأ في الارتفيشال نورو انتليجنس واللي كان ضيق على قدر بعض الخوارزميات التي تكتب بدون تحليل لهذه البيانات. هناك خوارزمية معينة يتم كتابتها وبالتالي فقط يستجيب بناء عليها هذا الذكاء، هذا من سميه اللي هو الذكاء الاصطناعي الضيق أو الارتفيشال نورو انتليجنس. تطورت بعد ذلك اللي هي النوع الثاني في عندنا اللي هو الذكاء العام الارتفيشال جنرال انتليجنس. الذكاء العام متعلق باستخدامات عامة بشكل عام، يعني اللي هو يدمج ما بين الخوارزميات والأنظمة الخبيرة التي تعمل وفقا لتحليل لبعض هذه البيانات ومن ثم الخروج بنتائج. هذا بنسميه اللي هو نوع من أنواع الذكاء الاصطناعي اللي هو الارتفيشال جنرال انتليجنس. وفي إن النوع الفائق اللي هو الذكاء الاصطناعي الارتفيشال سوبر انتليجنس، اللي احنا يعني الآن على أبوابه، اللي بدأ التعلم العميق يدخل في نوع الذكاء الاصطناعي الفائق والذي يحتاج إلى خلينا نحكي ذاكرة بيانات كبيرة جدا، يحتاج إلى خلايا عصبية بطبقات خفية كبيرة جدا، يحتاج إلى رؤية حاسوبية تلتقط هذه الصور بشكل سريع جدا. وإحنا وصلنا جزئيا إلى هذه المرحلة اللي هو الذكاء الاصطناعي الفائق من خلال استخدامات التعلم القيادة الذاتية، الروبوتات إلى آخره. هذه تعتبر كلها من الارتفيشال سوبر انتليجنس، من أنواع الذكاء الاصطناعي الفائق. طيب، هذا الحديث بشكل عام أو بشكل خلينا نحكي كمقدمة في الذكاء الاصطناعي. فإذا نحن نلخص هذا الكلام بأنه الذكاء الاصطناعي مر بمجموعة من المراحل التطور، وهذه المراحل وصلتنا إلى مرحلة مهمة جدا في الذكاء الاصطناعي الآن بنعيشها اللي هو التعلم العميق. التعلم العميق حكينا هو شبكات عصبية مرتبطة بالرؤية الحاسوبية والتي تحاكي الشبكات العصبية في الدماغ البشري مع الرؤية اللي هو العيون الإنسانية لترجمة وتحليل هذه الصور. هذه المرحلة اللي وصلنا لها في الذكاء الاصطناعي، وهي إحدى أنواع الذكاء الاصطناعي الفائق الارتفيشال سوبر انتليجنس. طيب، جميل جدا، احنا يمكن أخذنا مقدمة بشكل يمكن شوي سريع، بس حتى ناخذ الإشي الأهم في هذه الورشة التدريبية. يمكن حكينا عن الذكاء الاصطناعي حتى نفهم آلية عمله، أنواعه ومراحل تطوره. طيب، الذكاء الاصطناعي هل يمكن برأيكم أنه يستخدم بعد ما أخذنا هذه الصورة عنه، هل يمكن أنه نستخدم هذا الذكاء في كتابة البحوث العلمية؟ إذا عرفنا أنه إحنا في مراحل تطور وصلنا إلى مرحلة متطورة جدا تسمى بمرحلة التعلم العميق، هل يمكن أن نستخدم هذا الذكاء الاصطناعي في كتابة البحوث العلمية برأيكم؟ خلينا نأخذ إجابة بنعم أو لا، إذا كان في تعليل بسيط لهذه الإجابة ممتاز. تمام، أنا شايف في نعم كثير وفي لا، وفي شيء جدا يعني بلفتني اللي هو جزئيا، كلمة جزئيا، ليش جزئيا؟ طيب، نعم ولكن بشروط. جميل، نعم ولكن محدود جزئيا. جميل. طيب، التجربة. طيب، ممتاز جدا، أنا يعني أوافق على كل الآراء صراحة، أوافق، أشكركم على على التفاعل هذا الكبير. أنا أوافق على جميع الآراء، أوافق على جميع الآراء، أوافق بنعم، وأوافق بنعم مشروطة، وأوافق جزئيا، وأوافق بلا. ليش؟ الآن رح نتكلم لماذا؟ لأن أي شيء في الذكاء الاصطناعي في كتابة البحوث العلمية، إنه مهما بلغت قوة الذكاء الاصطناعي
في عملية التفكير، في عملية التحليل، مهما بلغت قوته في عملية أيضا الصياغة والكتابة، فهو لا يمكنه التغلب على العقل كأداة نهائية للكتابة. فإذا هو نعم في جزئيات، نعم في بعض عناصر البحث العلمي راح نتكلم عنها، ولكن لا إذا كنا بدنا نعتمد عليه اعتماد كلي. إذا بدنا نيجي نحكي والله أنا بدي أكتب ورقة علمية بحثية كاملة باستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل كامل، هنا لا، لأنه مهما وصل الذكاء الاصطناعي فهو لن يصل بشكل متخصص في العقل البشري كأداة نهائية في عملية الكتابة، واللي هي بتختص في عملية التحليل العميق وعملية التخصص وعملية القراءة والاطلاع والخبرة. فأنا هون مهما وصل هذا الذكاء لن يصل إلى مرحلة لباحث مختص في مجاله في كتابة بحث علمي رصين 100%، وإن كانت هناك دراسة تقول بأنه تم كتابة، راح نشوف اليوم إن شاء الله، بأنه تم طلب من الذكاء من نظام شات جي بي تي بالتحديد بكتابة ملخص لورقة بحثية، وتم طلب من الباحث نفسه كتابة ملخص للورقة البحثية، ثم تم جلب الملخصين اللي كتب بواسطة الباحث يعني عقل بشري واللي كتب بواسطة شات جي بي تي وعرضوه على أساتذة في الجامعات، لم يستطيعوا تفرقة أي من الملخصين كتب باستخدام الذكاء الاصطناعي أو كتب باستخدام العقل البشري أو الباحث نفسه. إن كانت هذه الدراسة موجودة ويمكن صحيحة، ولكن إحنا بنتكلم عن جزئية معينة، لأنه أنا أؤيد إنه الملخص ممكن استخدام فيه شات جي بي تي، أؤيد هذه الجزئية في البحث العلمي، لأنه راح أحكي لكم ليش بعد قليل، راح أحكي لكم ليش بناء على دراسة لهذا البرنامج. ولكن لا أؤيد إنه لو قاموا بهذه الدراسة اللي جزء منها دعائي بصراحة، بأنه طلب من الشات جي بي تي بالتحديد بكتابة ورقة بحثية كاملة مكتملة العناصر بالمقدمة إلى وصولا إلى الاستنتاجات، وبكتابة من الباحث نفسه، سيستطيع بهذه الحالة الأكاديميين والباحثين المختصين بتفرقة البحث ما كتب باستخدام الذكاء الاصطناعي وما كتب باستخدام الباحث نفسه اللي هو العقل البشري، لأنه مهما بلغت هذه القوة لن يستطيع الوصول إلى صياغة دقيقة 100%، وإلى صياغة تعادل عملية التغلب على عقل البشري كأداة نهائية في كتابة الأوراق العلمية، خاصة أن المقالات أو الأوراق العلمية عالية الجودة اللي هي إحنا بنسميها في بالمصطلح العلمي لها اللي هي المصطلح الرصين للورقة العلمية، تتطلب حساً بشرياً. شو يعني حس بشري؟ إحنا الآلة عبارة عن شبكات عصبية زي ما تحدثنا قبل قليل ورؤية حاسوبية، شكراً. الإنسان لديه أحاسيس، رب العالمين أعطاه مجموعة من الأحاسيس يتأثر بظروف معينة، فبالتالي حتى نصل إلى مقالة عالية الجودة تتطلب حساً، وهذا الحس مفقود في الذكاء الاصطناعي، مثل الوقت والتكاليف التي قد تتضمنها عملية إجراء هذه البحوث. هذا واحد في، وهذا طبعاً تأييداً لهذا الكلام أعلنت شركة جوجل المعروفة على مستوى العالم عبر موقعها الرسمي أنها لا ترشح المحتوى المولد تلقائياً يعني المستخدم بالذكاء الاصطناعي، وأنه لابد أو إنه لابد من التدخل البشري لإنتاج محتوى مفهوم يناسب القارئ، لأنه الصياغات راح يصير في بعض الأحاسيس بعض التحليلات لا يمكن للذكاء الاصطناعي أنه يحس فيها. أنا ممكن أوصل إلى نتيجة استنتاج معين بناء على النتائج في الورقة البحثية، هذا الاستنتاج من خلال ملاحظة شيء معين، من خلال المقابلة اللي أجريتها مثلاً مع شخص معين، هذا الاستنتاج ممكن يكون من خلال تفكير معين حصل بين الشخص الباحث واللي بقابله اللي هو جزء من عينة هذا البحث. الذكاء الاصطناعي يفقد هذه الحسية أو هذا الإحساس، ليس لديه هذا الإحساس ليمكن أن يحلل تفاصيل كيف قام هذا الشخص بالإجابة عن هذا السؤال، واللي احنا بنسميها لغة الجسد بشكل كامل، حتى يعطي استنتاجا دقيقا في الورقة البحثية. فبالتالي هذه الأمور إلى الآن لم تصل، حتى في مرحلة التعلم العميق لم تصل إلى مرحلة إحساس الباحث وتحليله الصحيح
لمضمون الورقة البحثية. لذلك إجابة على السؤال، يمكن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في كتابة ورقة بحثية؟ نعم جزئيا. كيف؟ في بعض العناصر راح نتحدث عنها في ورشة اليوم، لا في بعض العناصر سنتحدث عنها في ورشة اليوم. فبالتالي لا يمكن الاعتماد بشكل مطلق، لأنه يفقد الإحساس. الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن شبكات عصبية أو محاكاة للشبكات العصبية بطبقات خفية برؤية حاسوبية. أما الإنسان هو مجموعة من المدارك، لديه شبكات عصبية ولديه رؤية ولديه أحاسيس ولديه يعني، وبالتالي هو يستطيع أن يحلل بشكل أفضل في عند إنتاج ورقة علمية رصينة. الذكاء الاصطناعي في هذه المرحلة هو مساعد في كتابة الأوراق العلمية. وأنا هنا لا يعني أنا بتكلم بشكل، خلينا أحكي من خلال استخداماتنا، خلال خبرتنا في هذا الموضوع وقراءاتنا في هذا المجال. قد يكون هناك رأي آخر، وأكيد إحنا الاختلاف لا يفسد للود قضية، ولكن الآن في المرحلة الحالية هذه رؤيتنا لمثل هذا النوع من الأنظمة في الذكاء الاصطناعي وفي هذه المرحلة بالتحديد. طيب، استخدامات للذكاء الاصطناعي في البحوث العلمية في النواحي الفنية يعني بشكل عام، وين أنا ممكن أستفيد من الذكاء الاصطناعي مثل نظام الشات جي بي تي في البحوث العلمية في النواحي الفنية اللي هي التنسيقات والشكل وعادة صياغة والآخرين. في أكثر من استخدام، تصحيح أي أخطاء نحوية، وهذا اللي ممكن يكون متعلق بتراكيب الجمل، الكتابة الأكاديمية بشكل صحيح. قد يناقض كلامي قبل قليل بأنه ممكن الصياغة ما تكون صحيحة، صح، ولكن الأخطاء النحوية أحياناً الذكاء الاصطناعي بيكون قادر أكثر من شخص غير مختص في اللغة ذاتها، فبالتالي يمكن أن يعطينا نتيجة أفضل. لو إحنا نستخدم أكيد بعض الأمور مثل سابقاً زي الجوجل ترانزليشن وغيرها من المحركات أو الأنظمة اللي لها علاقة في ترجمة النصوص، ولكن الذكاء الاصطناعي هنا يعتمد على بيانات البشر، هم اللي أساساً أعطوه هذه البيانات، فبالتالي يحللها بشكل صحيح ويمكن الاعتماد عليه في تصحيح أي أخطاء نحوية في الكتابة الأكاديمية داخل أو الكتابة الرصينة داخل الورقة البحثية. هذا واحد. اثنين، إعادة صياغة الفقرات. إذا كانت هناك فكرة معينة موجودة داخل دراسة سابقة أريد أن أستعين فيها في الجزئية في بحثي، بهذه الحالة يجب أن نقوم يا إما بالاقتباس بشكل مباشر، أنه نأخذ الكلام كما هو نضعه في بحثنا، أو أن يتم إعادة الصياغة. إذا تمت إعادة صياغة الفكرة طبعاً بالرجوع إلى المصدر، يعني بإرجاعها بتوثيق إلى الدراسة نفسها، بهذه الحالة نستخدم الذكاء الاصطناعي في مساعدتنا في إيجاد كلمات تدل على نفس المعنى. هون الذكاء الاصطناعي الجيد فيه بصراحة من خلال استخدامنا له، هو لا يغير مصطلحات ولا يقوم بتغيير عند إعادة صياغة الفقرات، لا يقوم بإعادة تغيير المصطلح بحد ذاته. يعني إذا تكلمنا عن مصطلح ذكاء الاصطناعي وقرأنا ما تعريف ذكاء اصطناعي في كتاب ما وأردنا أخذ هذا التعريف كفكرة بإعادة صياغة تعريف الذكاء الاصطناعي، لن يقوم بتغيير كلمة الذكاء الاصطناعي كما هو الحال في البرامج التي تعتمد على الأنظمة الخبيرة. فبالتالي بهذه الحالة سنجد بأنه هناك إعادة صياغة للفقرات بكلمات الثانوية التي لا تغير في المعنى، ولكن يعطينا وراح نشوفها إن شاء الله من خلال بعد قليل من خلال التطبيق. هون ممكن أستخدم الشات جي بي تي في البحث العلمي، لأنه أنا إعادة صياغة الفقرات ممكن بعض الكلمات أو بعض التعريف ممكن إذا كنت خصوصا باحث في الطريق يعني في البدايات لا أستطيع صياغة الفكرة بشكل كامل، يمكن أن أستعين بالذكاء الاصطناعي حتى يعيد صياغة الفكرة أو هذه الفقرة بالذات، ومن ثم استخدامها في الورقة العلمية والإشارة طبعا إلى المصدر وحق التوثيق لمن تم أخذ هذه الفكرة أو الاستشهاد بفكرته في بحثه أو في كتابه إلى آخر. طيب، الاستخدامات الأخرى، تلخيص أي مقال. أنا ممكن أستخدم الذكاء الاصطناعي في تلخيص دراسة سابقة معينة، مثلا أن أعطي بعض ما جاء في هذه الدراسة، أعطيني ملخص عنه. هنا أنا لا أستخدم هذا التلخيص بشكل مباشر في ورقتي العلمية، ولكن أحاول الوصول إلى الفكرة ملخصة باستخدام الذكاء الاصطناعي. كان إيجاد دراسة سابقة مثلا، أنا أخذ الملخص الخاص بهذه الدراسة، يمكن أنا
ما وجدت إيش المقصود أو ماذا يريد الباحث الوصول إليه في المشكلة، في مشكلة البحث، يمكن استخدام هذا البرنامج في عملية اللي هو تلخيص ما جاء في هذه الدراسة، من ثم الاستفادة من هذه التلخيص في صياغة مثلا الجزء المتعلق بالدراسات السابقة أو في الأطر النظرية داخل البحث العلمي. بخرج بفكرة بناء على تلخيص الذكاء الاصطناعي، ولكن في هذه النقطة يجب أن نكون حذرين، لأنه أحيانا قد يؤول بعض، هناك بعض التفسيرات الغير صحيحة من الذكاء الاصطناعي لبعض الجمل، خصوصا إذا كانت فقرة كاملة وإذا بنتكلم باللغة العربية أيضا، لأنه يشق طريقه يعني باللغة العربية. فبالتالي يجب أن تكون عملية التلخيص بعناية، أخذ ما جاء من التلخيص من الذكاء الاصطناعي بعناية فائقة. وأنا هنا لا أقول ولا أدعو طلبة، خصوصا طلبة المشاريع اللي يطلب منهم تلخيص لبعض المقالات باستخدام الذكاء الاصطناعي لأخذ التلخيص كما هو، لا، أنا هنا أقول سيساعد في التركيز على النقاط التي جاءت في تلك المقالات والتي تساعد في صياغة التلخيص البشري الصحيح لتلك المقالات، ولا أقول بأن يتم الاستعانة بشكل كامل. هذه نقطة فصل مهمة جدا في هذا الجانب، لا نقول للاستعانة بشكل كامل لأنه في أخطاء، أكيد راح تظهر أنها أخطاء وراح نشوف، ولكن يمكن أن يساعدنا في تحديد النقاط المهمة التي جاءت في تلك المقالات، وبالتالي الاستفادة من هذه النقاط وصياغة بشرية لملخص الدراسة السابقة أو تقرير معين أو شيء أو أي شيء يطلب مثلا منا في البحث الخاص فينا. فأنا هنا يعني هذه بعض النقاط المهمة جدا، عشان هيك في هذه النقطة أجبنا بنعم يمكن استخدامه، وأجبنا بلا لأنه في بعض المحاذر، نعم بشكل جزئي في كذا لأننا نريد استخدامه في كذا، ولكن إذا أخذناه بشكل كامل كوبي بيست بهذه الحالة بصراحة سيكون محاذيره كبيرة جدا، وسيقع الباحث في مشاكل لا غنى عنها، يعني عفوا هو في غنى عنه. فبالتالي هذه النقطة يجب يعني أن نأخذها بعين الاعتبار. طيب، استخدامات الذكاء الاصطناعي في البحوث العلمية في النواحي المنهجية، في عناصر البحث أو متن البحث، في عناصر البحث أو متن البحث، سأدع لكم المشاركة في هذا الجانب. برأيكم كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في متن البحث؟ أخذنا الأمور الفنية شوي، تكلمنا عن الأخطاء النحوية بصححها، يلخص لنا بعض المقالات، يقوم بإعادة صياغة بعض الفقرات، جميل جدا، أو بعض الأفكار. طيب في النواحي المنهجية كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في النواحي المنهجية اللي هو متن البحث، عناصر البحث العلمي بشكل كامل، ابتداء من المقدمة إلى التساؤلات الفرضيات، كل ما يتعلق بعناصر البحث العلمي. ممتاز، جميل، جميل جدا. جميل، أنا إلى الآن أقرأ شيء صحيح 100% بصراحة، أشكركم على هذا التفاعل. الجزء اللي تحدثنا عنه موجود أمامنا اللي هو في عملية التحليل، في عملية تحليل بعض النتائج، في إنشاء رسوم معينة بيانية بناء على بيانات أنا ممكن أعطيها للذكاء الاصطناعي، صحيح 100% هذا الاستخدام. تقديم نظرة عامة عن موضوع معين، أنا أريد الحديث عن الذكاء الاصطناعي، أعطيني ما جاء، ما هو تعريف مثلا الذكاء الاصطناعي، أريد معرفة ما هو الذكاء الاصطناعي. طيب يعطيني تعريف، مقدمة أو تقديم نظرة عامة عن هذا الموضوع بشكل كامل، ولكن أنا هنا أقول الاستخدام يعني بقراءة معلومة معينة ومن ثم إعادة صياغتها وتشكيلها وإسناد المصدر أو المرجع لهم، هذا واحد. اثنين، طرح أسئلة أو فرضيات بحثية، مثلا ممكن أسأل الذكاء الاصطناعي لدي مشكلة بحثية تتلخص بواحد اثنين ثلاثة أربعة، ما هي أنسب مثلا التساؤلات التي يمكن سؤالها في هذه المشكلة البحثية؟ هل يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي؟ نعم في هذا الجانب، يعطيني صياغة لأسئلة بناء على المشكلة البحثية، وهنا لا يساعدني في إيجاد مشكلة بحثية بشكل كبير جدا، ولكن يعطيني
كيف يمكن صياغة بعض الأسئلة في هذه المشكلة مع مراعاة بعض المحاذير في هذا الجانب في صياغة الأسئلة. هناك بعض الجمل، بعض الكلمات التي تستخدم يكون لها إجابة مختلفة عن بعض الكلمات، فبالتالي يجب أن نراعي الجوانب العلمية في هذا الجانب. إنشاء مخطط للورقة البحثية، هل يمكن إنشاء؟ نعم، يمكن أن ينشئ مخططا للورقة البحثية مع مراعاة بعض الجوانب، مشكلة الدراسة، الأسئلة، ممكن يعطينا الفرضيات لسؤال معين، ولكن بدنا نكون في بعض المحاذير في أيضا في صياغة الفرضيات، لأن الفرضيات تعتمد على الخبرة وتعتمد على المصادر والقراءة. هو صحيح قارئ جيد الذكاء الاصطناعي، ولكن في بعض الصياغات قد لا يكون دقيق جدا في كتابة مثلا الفرضيات. فأنا ممكن أعتمد على جزئية صياغة الأسئلة، جزئية صياغة الفرضيات مع تدقيق ما جاء من نتائج من الذكاء نفسه، لأنه في بعض الجمل زي ما حكينا قد لا تكون دقيقة جدا بالشكل الصحيح. إنشاء نص مخصص لكل فقرة في الورقة البحثية، إعادة صياغة زي ما إحنا تحدثنا، تأكد من أن النص يتبع إرشادات التنسيق الصحيحة بإعطائه تنسيق معين. كان أقول له مثلا الخط أريده مثلا تايمز رومان، مثلا حجم الخط أن يكون مثلا 15، حجم الهوامش أن تكون بمسافة مثلا اليمين كذا، بمسافة من اليسار كذا، من أعلى كذا، من أسفل كذا. هذا كله يمكن الاستعانة فيه بالذكاء الاصطناعي في إرشادات التنسيق الصحيحة للورقة أو للبحث العلمي بشكل عام. مراجعة النصوص وتأكد من صحتها ممكن نستخدمه زي ما تحدثنا في بمراجعة تركيب الجمل. هذا كله يمكن استخدامات من الاستخدامات التي يمكن استخدامها في كتابة البحوث العلمية باستخدام الذكاء الاصطناعي في عناصر البحث أو حتى في متن تلك البحوث. ولكن نرجع نحكي، إحنا لا نؤكد 100% بأنه هذه العناصر ستعطينا نتائج دقيقة كالعقل البشري. إحنا نعتبره مساعد، استعانة وتصحيح ما جاء من أخطاء منه، لأنه إلى الآن لم يصل إلى مرحلة خالي من الأخطاء، وخلينا نحكي يعطي نتائج دقيقة 100%. فيجب أن يكون هناك مراجعة من الباحث من النتائج التي يعطيها الذكاء الاصطناعي. طيب، سؤال آخر، برأيكم هل يمكن كتابة ورقة بحثية كاملة باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ يعني أصبحت عندنا بحث علمي، سواء كان رسالة طروحة أو بحث متكامل، هل يمكن أن نستل باستخدام الذكاء الاصطناعي ورقة بحثية؟ ممتاز، ممتاز، لأنه الورقة البحثية، ممتاز، أشكركم، أشكركم، راح تكون أكيد ما هو حيستل الورقة البحثية، ولكن لن يعطي نتائج دقيقة، لأنه هناك عناصر تختلف من مجلة إلى مجلة. هناك عناصر في الأوراق البحثية تتطلب تدخل بشري، لأنه في بعض الأمور في تخصصات الهندسية والتخصصات الطبية يعني تحتاج إلى تدخل الباحث. فبالتالي لا يمكن للذكاء الاصطناعي بهذه الحالة الآن، وإحنا نتكلم بشكل مخصص في كتابة، أنه يكتب النتائج بشكل صحيح أو بشكل دقيق، لأنه هناك بعض العوامل التي تتعلق بظروف معينة في استخدام العينة مثلا معينة إذا نتكلم في مجال طبي، في استخدام أداة معينة إذا نتكلم في مجال هندسي. فبالتالي لا يمكن للذكاء الاصطناعي بهذه الحالة أن يستل ورقة علمية كاملة من أي بحث كامل أو من أي طروحة أو رسالة ماجستير أو حتى دكتور. فبالتالي الإجابة على هذا السؤال بالطبع لا، لأن هناك بعض الظروف التي تتعلق بأحاسيس الباحث نفسه في ظروف معينة تحتاج إلى تفسير، اللي هي عن طريق التعبير أو الكتابة. هنا الذكاء الاصطناعي لا يمكن الوصول إليه. طيب، بدنا نيجي نحكي ممكن نستخدم الذكاء الاصطناعي في مرحلة ما قبل كتابة الورقة البحثية، وممكن في مرحلة الكتابة في بعض الأجزاء اللي تحدثنا عنها، ولكن لا يمكن لتلك الأداة أن تحل محل التفكير النقدي. التفكير النقدي يحتاج إلى يعني أشخاص ذوي خبرة وعندهم قراءة واطلاع. الذكاء الاصطناعي لم يصل إلى هذه المرحلة، والتحليل
عملية التحليل وفق لظروف معينة تحتاج إلى أحاسيس. الذكاء الاصطناعي ليس لديه أحاسيس، هو عبارة عن شبكات عصبية ورؤية حاسوبية، وبالتالي لا يمكن أن يعطي تحليلاً دقيقاً للظروف أو للعوامل الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، يعد استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة الأوراق العلمية موضوعاً معقداً وهو إشكالية حقيقة. لذلك يجب عند استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة البحوث بعض المحاذير، أنه إحنا نتحقق من مراجعة النص الذي تم إنشاؤه وتحريره والتحقق منه بعناية قبل تقديمه للنشر في أي مجلة أو حتى في أي مكان إحنا نريد تقديمه أو نريد تقديم البحث العلمي فيه. فبالتالي إحنا لسه في مرحلة نقدر نحكي في بدايات استخدام الذكاء الاصطناعي كمساعد، بدناش نعتبره كباحث كامل، هو ليس باحث، هو مساعد للباحث في كتابة الأوراق العلمية مع توخي الحذر بعض المحاذير في بعض أجزاء الورقة البحثية. طيب، جميل جدا، احنا يمكن تحدثنا عن المقدمة عن الذكاء الاصطناعي، عرجنا عن بعض الإشكاليات المتعلقة واستخدامات الذكاء الاصطناعي في كتابة البحوث، أدركنا تماما انه الذكاء الاصطناعي الآن هو في مرحلة متقدمة متطورة، ولكن يمكن الاستعانة فيه في بعض أجزاء الورقة البحثية مع بعض الملاحظات هذه تحتاج إلى تدخل بشري واستخدام صحيح وليس خاطئ بناء على المعطيات العلمية، راح نتحدث عنها في تطبيق بعد قليل إن شاء الله على نظام التشات جي بي تي. طيب، نظام التشات جي بي تي هناك أنظمة عديدة حقيقة، هو ليس النظام الوحيد، ولكن أخذ يعني صدى كبير جدا هذا النظام، لأنه يعني نظام سهل الاستخدام وفيه بيانات كبيرة جدا، وبالتالي حتى وصل إنه اللغة العربية الآن يتحدث فيها هذا النظام، فبالتالي لقى يعني صدى كبير جدا في العالم ككل، وهو يتحدث أكثر من اللغة. لذلك إحنا اليوم نتكلم عن نظام التشات جي بي تي. أنا هذا النظام حقيقة من خلال استخدامي لهذا النظام وجدت فيه سلبيات، وجدت فيه إيجابيات، وجدنا فيه بعض الثغرات، ولكن إحنا راح نتحدث في هذه الورشة حتى يكون هناك استفادة في بعض الجوانب في هذا النظام في كتابة الأوراق العلمية أو في كتابة البحوثنا العلمية. كما أشرنا قبل قليل، نظام الجي بي تي أو شات جي بي تي هو اختصار لجنيريتيف بري ترينينج ترانسفورمر. لاحظوا حتى المصنع لهذا النظام أو حتى المبرمج لهذا النظام هو من الاختصار تبعه هو بيحكي إنه هو هذا النظام هو عبارة عن إنشاء ويحتاج إلى بري ترينينج، يعني يحتاج إلى تدريب حتى يصل إلى معلومات معينة، وهذا اللي راح نشوفه بعد قليل. فبالتالي هو يأخذ معلومات أيضا من المستخدمين، بيخزنها بيحللها ثم يخرج بنتائج، وراح نشوف هذا بعد قليل. راح نشوف شو يعني جينيريتيف بري ترينينج ترانسفورمر. طبعا الشركة المصنعة لهذا النظام اللي هي شركة أوبن إي آي أو أوبن أرتيفيشال إنتليجنس طورت هذا النظام في البداية على التعليم الآلي التلقائي للحوار حسب مراحل تطور الذكاء الاصطناعي، بحيث أنه يستطيع النظام التعلم من الحوارات الأصلية اللي بيجريها الناس وتحسين مدى صحتها في الحوارات المستقبلية. اليوم رح نسأله سؤال لن يستطيع الإجابة عنه، نعطيه الإجابة إذا أنتوا رح ذهبتوا إلى هذا النظام وسألتوا نفس السؤال بعد انتهاء الورشة سيجيبكم. هذا دليل أنه هو يأخذ الحوارات من الأشخاص العاديين، يحللها، يحسنها، وتحسين مدى صحة هذه الحوارات، ثم في أي حوارات مستقبلية يعني بعد الورشة سيجيبكم على السؤال الذي كان لا يعلم إجابته قبل. فبالتالي هو نظام بري ترينينج، هذا معنى كلمة أو مصطلح بري ترينينج، جينيريتيف بري ترينينج ترانسفورمر. فهو بيعتمد على معلومات يعطيها من العقل البشري، إحنا كمستخدمين نعطي هذا النظام هذه المعلومات ثم يقوم بتحليلها ومن ثم يعطينا إجابات بناء على تحليله لهذه المعلومات. طيب، الشركة المصنعة شركة أوبن إي آي أخذت العديد من الخطوات لتحسين الجودة العامة للشات جي بي تي. كان في انتقادات، في جدل كبير حول موضوع النظام هذا، لذلك عملت الأوبن إي آي على جعل هذا النظام أكثر دقة ودقيق جدا. لذلك أضافت الشركة العديد من الميزات الجديدة التي تشجع الحوار الطبيعي الآلي والذكي الصحيح اللي ما فيه أخطاء، كان
في السابق المعلومات تحكي له السلام عليكم مثلا أو مرحبا، لا يجيب باللغة العربية، أو كان يجيب بإجابة خاطئة، أو يقول أنني لا أعرف الإجابة. الآن أصبح الحوار مع هذا النظام أكثر دقة، ويستطيع التعامل مع أكثر من لغة. وطبعا خليني أحكي أنه وصل لمرحلة كأني أتحدث مع طفل في مرحلة النمو، في مرحلة الحديث. هذا النظام وصل إلى مرحلة كالطفل الذي يتحدث في بداية عمره، اللي هو بيكون في عمر 3 4 سنوات، يستطيع الحديث، وأنك أنت تفهم ما يقوله، وهو يستطيع فهم واستيعاب ما تقوله له. الآن إحنا في هذه المرحلة في هذا النظام بالتحديد. فبالتالي إذا إحنا اليوم طفل بدنا نتعامل معه، أكيد طيب كيف طفل ممكن ناخذ منه معلومات لكتابة أوراقنا العلمية؟ بكل بساطة، هذا الطفل لديه معلومات، هذا الطفل الصغير لديه معلومات، قد يعطينا معلومات ولكن هذه المعلومات تحتاج إلى تدقيق. يعني ممكن أسأل طفل ذكي جدا في بداية حديثه يعطيني معلومات عن كتابة المقدمة، ويعطيني مقدمة صياغتها جيدة، ولكن قد تكون فيها أخطاء كبيرة جدا. فإحنا اليوم نعتبر هذا النظام في مرحلة الطفولة التي تتحدث، يعني في بداية الطفولة المبكرة التي يعني في بداية حديثها. فبالتالي ولكن مع فرق التشبيه طبعا، الخالق سبحانه وتعالى أوجد أحاسيس لدى الأطفال، وأوجد مدارك عديدة لا توجد في الذكاء الاصطناعي، ولكن إحنا من باب تقريب المفهوم لنظام الشات جي بي تي. طيب طبعا هو عبارة عن روبوت، وبسموه اللي هو الشات، كلمة شات اللي هي الدردشة باللغة العربية، روبوت الدردشة الشات جي بي تي، هي عبارة عن مجموعة من النصوص العالية الأداء اللي تم تدريب فيها هذا الروبوت على العديد من المجموعات الكبيرة من النصوص الإلكترونية لتقديم الردود التلقائية على أي سؤال يمكن أنه إحنا نسأله إياه عبر الشات. وتعتمد هذه التقنية باللغة العربية بالذات على نموذج نصي هوية التعلم الآلي، والذي يتم تدريبه العديد من المهام لحتى يقوم بعملية التعلم العلمي الآلي، مثل الترجمة والكتابة الآلية. هذا الطفل الصغير هناك من علمه، وبالتالي أصبحت لديه معلومة. نحن أيضا نستطيع تعليمه بعض المعلومات التي يمكن الإجابة عنها لمستخدمين آخرين، أو حتى الإجابة عنها للمستخدم الحالي. فبالتالي هذا هو نمط عمل الشات جي بي تي، وهو طبعا الآن يستخدم اللي هي خلينا نحكي مزيج ما بين الأنظمة الخبيرة أو النظم الخبيرة اللي تحدثنا عنها في مراحل تطور الذكاء الاصطناعي، والشبكات العصبية التي تستخدم الطبقات الخفية في عملية التحليل. هذا طبعا إذا بنيجي نلخص المكون العلمي للتشات جي بي تي. طيب استخدامات النظام باللغة العربية، يمكن أن يكون نموذج جيد للكتابة أو التدوين، يمكن أن يكون خلينا نحكي للكتابة المعقدة والكتابة الطبيعية، يعني الكتابة الأكاديمية اللي بيكون فيها تراكيب جمل معينة، وأيضا للكتابة البسيطة يمكن استخدام التشات جي بي تي الآن باللغة العربية. توليد النصوص، يقوم بعملية توليد النصوص، التعليم الذاتي، وبالتالي هو أي معلومة نعطيها اليوم لنظام الشات جي بي تي بيعطينا عنها، خلينا نحكي بخدها بحللها عن طريق الشبكات العصبية، ومن ثم باستخدام أنظمة أو النظم الخبيرة يقوم بالإجابة عن هذه التساؤلات. طيب إيجابيات نظام الشات جي بي تي، هناك إيجابيات لهذا النظام، هي القدرة على التعامل مع صيغ اللغة الطبيعية المختلفة، والقدرة على التعليم الذاتي من خلال التعلم من البيانات الجديدة التي يتم توريدها له أو إعطاءها له. بالمناسبة يعني أريد أن أقول جملة، هذه الجملة المكونة أو المصاغة أمامكم الآن، القدرة على التعامل مع صيغ اللغة الطبيعية المختلفة وذلك بشكل طبيعي وأدائها بطريقة جيدة، من قام بصياغتها هو نفس الشات جي بي تي. أنا تعمدت يعني أخذ بعض المعلومات منه حتى نرى كيف يصيغ الجمل. القدرة على التعامل، كتبت ما هي إيجابيات نظام شات جي بي تي لنفس هذا النظام، فقام بالإجابة بأنه قادر على التعامل مع صيغ اللغة الطبيعية المختلفة وذلك بشكل طبيعي وأدائها بطريقة جيدة. 2، لاحظوا هنا في خطأ في الصياغة، حتى أنا تعمدت تركها حتى نشوف كيف أنه في بعض الأمور لا يستطيع صياغتها بشكل صحيح. القدرة على التعليم الذاتي
طبعا هنا التعليم الذاتي مصطلح غريب شوي، من خلال التعلم من البيانات الجديدة التي يتم تزويده أو تزويدها لها. تخيلوا هذه الجملة فيها أخطاء كثير نحوية. القدرة على التعلم الذاتي من خلال التعلم من البيانات الجديدة، إلى هنا جيد، التعلم وليس التعليم، التي يتم تزويدها له. تزويدها له كيف؟ تزويدها مؤنث وبالتالي ليست له لها. فبالتالي هذا الخطأ بسبب أنه في بعض الأخطاء اللغوية الموجودة في هذا النظام. أجابني أيضا بأنه لديه قدرة على حل المشكلات اللغوية المختلفة، مثل التوضيح، الترجمة، التحليل الأسلوبي، التوقع، الإنشاء الأدبي، الإجابة على الأسئلة، الإنشاء الجديد، والتوليد الآلي للنصوص. يعني جملة مفهومة ومكتملة أعطاني إياها النظام. بنفس الطريقة سألت عن سلبيات نظام الشات جي بي تي لنفس النظام، فأعطاني هذه الإجابات: قد يتعب المستخدم. شو يعني؟ شو يعني قد يتعب المستخدم؟ في كلمة هنا حقيقة ليست أكاديمية وليست علمية. قد يتغلب، قد يتعب، قد يكون هناك بعض الصعوبات، ولكن قد يتعب المستخدم في التعامل مع البرنامج، خاصة إذا كان ليس لديه الخبرة الكافية في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي. طيب، يمكن أن يتعين على المستخدم توفير موارد كبيرة من الكمبيوتر والطاقة للتعامل مع البرنامج، وذلك للتأكد من أن التدريب والعمليات الأخرى يتم تنفيذها بسرعة وفاعلية. ماشي، جملة مفهومة. يمكن أن يتعين على المستخدم إدخال الكمية الكبيرة من البيانات والتي يريد استخدامها في التدريب، وهذا قد يستغرق وقتا كبيرا. طبعا هذه الجملة ماشي مفهومة، ولكن هناك أخطاء في استخدام بعض المصطلحات. يمكن أن يتعين، يستطيع المستخدم إدخال كمية، بدل الكلمات يمكن أن يتعين. هذه بعض، يعني أردت أن أضع بعض الأمثلة قبل أن نبدأ باستخدام هذا البرنامج في صياغة الفقرات الخاصة في البحث العلمي، ورح نأخذ مقدمة في هذا البرنامج بشكل عام. طيب، قد يتعب كلمة خاطئة، يمكن أن يتعين يستطيع، يمكن أن يتعين يستطيع، فبالتالي هذه الكلمات كان من الممكن أن يستخدم بعض الكلمات الصحيحة في صياغة هذه الجمل. كيف يمكن أن نصحح هذا الخطأ لدي؟ بكتابة نفس الجملة بالكلمات الصحيحة، سيتعلمها، وبالتالي بعد ذلك عند سؤاله عن سلبياته سيعطينا جملة مفهومة أكثر مما أعطانا إياها سابقا. هذا المقصود في التعلم الآلي في الذكاء الاصطناعي. إذا كان في أي سؤال إلى الآن قبل أن نبدأ بالتطبيق على هذا النظام، أرجو كتابته عبر الشات في الفيسبوك، أيضا عبر الشات في على برنامج الزوم. بارك الله فيكم. إذا في أي تساؤل، هل هو موجود على الأندرويد؟ نعم، فيه له تطبيق على الهاتف المحمول. نعم موجود، هذه موجود. طيب، هل يمكن استخدامه في المراجعة الأدبية في ضمن رسالة الماجستير زي ما تحدثنا قبل قليل؟ نعم يمكن، جزئيا في صياغة فكرة معينة، في تلخيص فكرة ومن ثم إعادة صياغها، يمكن استخدامه في المراجعات الأدبية. ولكن إحنا اليوم نتكلم كإجابة صريحة، يستخدم بشكل جزئي، يستخدم بشكل جزئي كمساعد وليس كباحث كامل. طيب، إحنا الآن يعني خلينا نحكي، إذا كان هو في مرحلة الطفل، أنا لا أعني بأنه هو يعني غير ناضج بشكل كافي، ولكن أنا شبهت تشبيه بأنه هو في مرحلة تلقي البيانات والمعلومات. فالآن البيانات والمعلومات اللي بعطينا إياها مش دقيقة، والدليل أنه أنا أعطيت بعض الأمثلة ووضعتها في السلايد اللي أنا أمامكم الآن، بأنه هو يستخدم بعض الكلمات كالطفل. يعني إحنا ميجي اليوم نحكي، بدنا نصيغ كلمة يمكن أن يتعين، إحنا نحكي يستطيع،
الطفل يمكن يحكي لك أستطيع مثلا، فبالتالي هو لسه في مرحلة التعلم. نعم نعم في مرحلة التعلم العميق. نعم بالضبط. طيب أنا راح أورجيكم تطبيقات يمكن إلها علاقة. الآن راح نستخدم هذا النظام، أستأذنكم بإغلاق الشات حتى يعني بعدين بناخذ إن شاء الله بعض المشاركات. الدخول إله بسيط جدا، النظام هو موجود على يعني من خلال البحث عنه على جوجل. الآن إن شاء الله راح ندخل برنامج جوجل، دقائق من فضلكم. طيب الدخول إلى البرنامج من خلال الرابط التالي، راح أرسل لكم إياه أو النظام، ممكن التطبيق معي. راح تنذهلوا من بعض الأمور حقيقة اللي موجودة في هذا البرنامج لمن لم يستخدمه سابقا، وفي بعض المختصين في تخصصات ثانية راح يشوفوا فيه شيء مختلف حقيقة. طبعا الواجهة الأساسية للبرنامج، خلينا أعمل شير سكرين. طيب هذه الواجهة الأساسية اللي هي شركة الأوبن إي آي، إحنا ممكن نقرأ بعض التفاصيل، ولكن إحنا منروح مباشرة لتراي شات جي بي تي. راح يطلب منا للي مش مسجل سابقا اللي هو الاسم الذي تريد الدخول به إلى النظام ورقم الهاتف، وسيرسل بعد ذلك مع رمز الدولة طبعا سيرسل رقم تفعيل للدخول إلى النظام، فبالتالي سيصلكم عبر الهاتف رقم تفعيل للدخول إلى النظام. الآن بعد الدخول إلى النظام ستظهر لنا هذه الشاشة، يقوم بتأكيد عملية الدخول. لاحظوا أنا كنت سأله قبل بعض الأمور موجودة هون، راح نلاقيها. إذا بدنا مثلا نيو شات على سبيل المثال، نيجي على نيو شات، هنا بنبدأ بسؤال مثلا، خلينا نحكي له السلام عليكم على سبيل المثال. لاحظوا هو الآن في مرحلة الإجابة، أجابني على السؤال. طيب هذا سؤال طبيعي، ممكن أي نظام خبير ممكن يجيب عليه. طيب الآن إذا جينا مثلا سألنا سؤال، هل يمكنك مساعدتي في كتاب ورقة علمية، وإحنا نستخدم اللغة العربية الفصحى لأنه هو يعني يتعامل مع اللغة الفصحى أكثر. طبعا هنا يجيب بأنه بالتأكيد أستطيع المساعدة في كتابة ورقة علمية، ما هو موضوع الورقة، وهل لديك أي معلومات أخرى ومصادر يجب الاعتماد عليها. إجابة نموذجية إلى الآن. طيب الآن مثلا الورقة حول، على سبيل المثال نحكي له حول، ممكن نستخدم مثلا شيء جديد، حول ريادة الأعمال. لاحظوا، جيد، سأحاول مساعدتك في كتابة ورقة علمية حول ريادة الأعمال، سأطلب منك بعض التفاصيل الإضافية مثل الأهداف الخاصة بالورقة والمصادر التي يجب الاعتماد عليها، كما يجب عليك التأكد من تطابق الدقيق للشروط الأكاديمية المطلوبة في الجامعة الخاصة بك. إذا هو بيعطيني يعني يعطيني إجابة نموذجية بأنه أنا يجب أن أدقق وراءه، وهنا يعطيني بعض إنه ما هي الأهداف من هذه الورقة العلمية. أهداف الورقة ممكن أحكي له أهداف الورقة على سبيل المثال معرفة أثر، أو تحديد خلينا نحكي معرفة أثر ريادة الأعمال على التنمية المستدامة. خلينا نشوف شو راح يجيبنا على هذا السؤال. أعطيته هدف من أهداف الورقة العلمية،
لاحظ هو يعطيني هدف ثاني. اثنين، الهدف الثاني الذي يجب أن تأخذه في هذه الورقة العلمية، لاحظوا بجاوبني. الهدف الثاني يجب أن يكون هناك تحليل للإجراءات التي تتخذها الشركات الناجحة. طبعا هنا في خطأ في الصياغة، التي يتخذها الشركات، هي التي تتخذها الشركات باعتبار أن الشركات مؤنث، فبالتالي التي تتخذ الطرق التي يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة التطوير في ريادة الأعمال. هنا في خطأ في الصياغة، فأنا ممكن أستخدم مثلا كلمة الشركات الصغيرة والمتوسطة للتطوير في ريادة الأعمال على سبيل المثال. جيد، هنا بعطيني بعض الإجابة، أقدم لك الخطوات الأساسية التي يمكنك اتباعها في كتابة الأهداف الورقة. شو لازم أكتب في أهداف الورقة؟ طبعا هون أنا دوري كباحث يجب أن أراجع هل هذه الأهداف تتم أقوم به في بحثي ولا لا. أخذ ما أريد، يعني أخذ من الأهداف وأقوم بإعادة صياغة ما أخذته حتى أتأكد بأنه الكتابة صحيحة. لاحظوا هنا أعطاني أيضا الخطوات في كتابة الورقة العلمية. لاحظوا الآن يعطيني إيش لازم أنا أعمل حتى أبدأ في كتابة الورقة العلمية. لاحظ، واحد، الإعداد، قم بتجهيز النظرية البحث الخاصة بك، يعني الإطار النظري، على أي نظريات ستعتمد التي يمكنك اتباعها في الورقة العلمية، وجعل الخلاصة الخاصة بك وجعل الأهداف الخاصة بك، يعني الملخص الذي أو الخلاصة للمشكلة البحثية التي تريد دراستها والأهداف الخاصة بالورقة العلمية. اثنين، الأبحاث، قم بالبحث الجزئي عن المصادر الشاملة الخاصة بالموضوع. يعني هنا يرشدني أنه روح بعد ما تحدد النظرية أو الإطار النظري، حدد المصادر والمراجع في عن بالبحث عن الأبحاث السابقة المتعلقة بالموضوع، الأدبيات، الأطروحات، الشركات الناجحة، وأيضاً الإجراءات التي تتخذها الشركات الناجحة في ريادة الأعمال والطرق التي يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير أو التطوير في ريادة الأعمال. بعد ذلك قم بعملية تحليل المعلومات التي قمت بجمعها وتحديد النقاط الرئيسية التي تشير إلى الأهداف الخاصة بالورقة. يعني هنا يرشدني بربط هذه العملية التحليل، بربط النتائج العملية التحليل بالأهداف من الورقة العلمية، ثم يرشدني إلى قيام بإنشاء النص الأصلي للورقة العلمية بالاعتماد على الأبحاث الخاصة في، خلينا نحكي اللي هو بالكتاب، يعني البدء بكتابة الصياغة الأساسية للورقة البحثية. طيب لاحظوا أعطاني يعني حقيقة دقيقة وقد تكون غير دقيقة، أنا ممكن أخذ الشيء اللي ممكن يفيدني في هذه الإجابة. لو أكملت الحديث معه مثلا، كيف يمكن العثور، كيف يمكن صياغة عنوان الورقة البحثية؟ الآن هو يفكر خلال الشبكات العصبية، بحلل بالطبقات الخفية اللي تحدثنا عنها أو المخفية. الآن يعطيني عنوان للورقة البحثية، يجب أن يكون قصيرا، هنا إرشادات، ويشير بشكل واضح إلى الموضوع الذي تطرحه الورقة، ينصح بإضافة كلمة رئيسية للموضوع الذي تطرحه الورقة في العنوان. بعض الإشارات التي يمكن اتباعها في صياغة العنوان هي: يجب أن يكون العنوان قصيراً ويشير بشكل واضح إلى الموضوع الذي تطرحه الورقة، ذات صلة بالموضوع، أكيد لازم يكون متصل بالموضوع بالورقة البحثية. يعطيني إجابات منطقية إلى الآن، ويشير إلى الجزء الذي تطرحه الورقة من الموضوع، ممتاز. يشير إلى النتيجة المتوقعة أيضاً، يجب أن يشير العنوان إلى النتيجة المتوقعة من البحث، يعني في شيء منطقي في هذه الجملة وشيء غير منطقي. عنوان، مثال لعنوان جيد، اقترح علي عنوان: تأثير ريادة الأعمال على التنمية المستدامة في الشركات الصغيرة والمتوسطة. هذا كله من مجرى الحديث اللي بيصير بينه وبين الذكاء الاصطناعي. أنا بدأت معاه، لاحظوا أنا لن أطيل كثيرا،
بس أنا أخذت كمثال كيف ممكن الاستفادة منه بالشكل الصحيح. هذه إحدى الطرق للاستفادة منه بالشكل الصحيح. أول شيء أريد، سألته هل يمكنك المساعدة؟ نعم. الورقة حول ريادة الأعمال، طلب مني بعض المعلومات، أعطيته أهداف الورقة، أعطاني بعض الأهداف التي يمكن أيضا صياغتها في الورقة العلمية. بعد ذلك تحدث عن خطوات كتابة الورقة العلمية، وبعد ذلك سألته عن صياغة العنوان للورقة، أعطاني بعض الإرشادات، ثم أعطاني مقترح في كيفية صياغة الورقة البحثية. أنا هون بتكلم لسه في أول جزء في جزئية العنوان. طيب أنا ممكن أجيب عليه سؤال بسؤال آخر، إنه أنا يعني العنوان جيد اللي أنت طرحته، ولكن أريد عنوان دقيق أكثر. مثلا العنوان الذي تم طرحه ليس دقيقا، أريد عنوان أكثر دقة. إحنا بنتحدث الآن مع الذكاء الاصطناعي، لاحظوا شو بيحكي لي. هل تريد عنوان سابق دقيق بدلا من العنوان السابق الذي اقترحته؟ سيعتمد على الموضوع الذي تريد التركيز عليه والجزء الذي تريد تحليله. إذا كنت ترغب في التركيز على تأثير ريادة الأعمال على التنمية المستدامة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، فإليك بعض الإشارات التي يمكن اتباعها والإرشادات التي يمكن اتباعها في تصميم العنوان الجديد. دراسة تأثير الريادية الأعمالية على الأداء الجديد في الشركات، بدأ الآن يصيغ بعض العناوين يعني الخاطئ، هذا اللي احنا كنا بنقصده. تأثير المهارات الريادية على التنمية المستدامة، يعطينا بعض العناوين الجيدة اللي ممكن تكون منطقية في الشركات الصغيرة والمتوسطة. تطبيق ريادة الأعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة، التأثير على التنمية المستدامة، عناوين رائعة بكتب، يعني عناوين جيدة مع بعض إعادة الصياغة بصراحة لهذه العناوين. طيب أنا الآن يعني بستخدم استخدام ممكن يساعدني، ولكن لاحظوا لا أستطيع أن أخذ جملة وتفصيلا ما يقول. نريد بعض التحليل إحنا في العقل البشري حتى نستخدم عناوين صحيح. طيب هنا أعطاني بعض العناوين الجديدة التي يمكن استخدامها بشكل واضح إلى الموضوع الذي تريد التحليل، ويشير إلى الجزء الذي تريد تحليل من الموضوع. طيب الآن سأستخدمه في إعادة صياغة لفقرة معينة. إذا نأخذ فقرة معينة نقوم بإعادة صياغة هذه الفقرة. طيب سنقوم باستخدامه في إعادة، عفواً راحت الشاشة، إنه في إعادة صياغة لفقرة معينة. الآن نشوف هذه الفقرة. طيب هنا سأكتب له قم بإعادة صياغة الفقرة التالية، نقطتين رئيسيتين بين علامتي تنصيص. ممكن نكتب مثلا ريادة الأعمال هي عملية، خلينا نحكي خلق فكرة جديدة في مجال الأعمال لحل مشكلة معينة، مثلا لحل مشكلة معينة. هذا تعريف وجدته في دراسة سابقة مثلا. أريد أن أضع هذا التعريف الإشارة إلى المصدر طبعا بتوثيق الدراسة، ولكن بإعادة صياغة لهذه الفكرة. استخدمت الشات جي بي تي، قم بإعادة صياغة الفقرة الثانية. الآن هو يقوم بإعادة صياغة الفقرة. لاحظوا أعطاني إعادة صياغة، ريادة الأعمال هي التطبيق الذكي لإطلاق فكرة جديدة وحل المشكلات الأعمالية المعينة. فيها خطأ في الصياغة، بس ممكن تستعين فيه ببعض الكلمات، ككلمة مثلا هي عملية إطلاق فكرة جديدة وحل المشكلات أو لحل مشكلة معينة. فلاحظوا أنا ما بقدر أخذ كل إعادة الصياغة اللي أعطاني إياها، ولكن أخذت فكرة كيف يمكن إعادة صياغة هذه الجملة بشكل صحيح. طيب الآن ممكن نستخدم مثلا قم بإعادة صياغة الفقرة
التالي خلينا ناخذ فقرة أكبر شوي. راح أخذ فقرة من فقرات اللي موجودة عندنا، مثلا في تعريف الذكاء الاصطناعي. قم بإعادة صياغة الفقرة التالية. لاحظوا أنا أعطيته الفقرة قبل إعادة الصياغة، هي بأبسط العبارات يشير مصطلح الذكاء الاصطناعي هي الأنظمة أو الأجهزة التي تحاكي الذكاء البشري لأداء المهام، والتي يمكنها أن تحسن من نفسها استنادا إلى المعلومات التي تجمعها. الآن قام بإعادة الصياغة، أعطاني بعض الجمل. هو مجموعة من النظم أو الأجهزة التي تتشابه بأبسط تعبير. الذكاء الاصطناعي عفوا أو الـ AI هو مجموعة من النظم أو الأجهزة التي تتشابه بشكل كبير مع الذكاء الإنساني، والتي تستخدم لإنجاز المهام بشكل ذكي، وتحسن بشكل تلقائي في نفسها بالاستناد على المعلومات المتلقاة. برأيكم هل أعطاني صياغة قريبة من المفهوم الموجود للفقرة السابقة ولا لا؟ طبعا هو احنا الخطأ هنا مش في الذكاء نفسه، خطأ من العربي من اليمين إلى اليسار. أعطاني بشكل قريب جدا. دوري الآن كباحث، شو دوري الآن كباحث؟ ما هو دوري كباحث؟ التعديلات البسيطة اللي تفضلت فيها أستاذنا هي أنه نقوم بصياغة الجملة مع إضافة بعض التعديلات. أعطاني هو كيف ممكن أعمل إعادة صياغة؟ هون أنا بس بدي أعمل عملية اللي هي عملية التنقيح اللغوي بالضبط حتى أصل إلى جملة دقيقة لغوية. طيب المحاضرة مسجلة إن شاء الله، موجودة على موقع المنصة وموجودة على صفحة المنصة على الفيسبوك، وبالإضافة إلى المادة العلمية إن شاء الله أرسل لكم إياها على الشات، وراح تكون خلال وسائل المنصة المختلفة. طيب مع عملية التنقيح بالضبط. إذن هيك أنا ممكن أستخدم الذكاء الاصطناعي في عملية إعادة صياغة الجمل. هذه إحدى المحاور اللي كنا نتحدث عنها في ورشة اليوم. أخذنا بعض الأفكار اللي ممكن كمان نستخدم الذكاء الاصطناعي فيه، بأنه يبحث لنا عن عنوان لورقة بحثية، ممكن يقترح لنا بعض العناوين، ممكن يساعدنا في بعض الفقرات. طيب هل تريد الإكمال أم نتوقف إلى هنا؟ لأن أنا شفت البعض يعني مل، يمكنه صار يسأل عن الشهادات. إذا مليت وخلص نتوقف إلى هنا ونكمل في وقت لاحق، أو يمكن نعم. طيب رابط البرنامج هذا هو، أرسله مرة ثانية إن شاء الله الآن. طيب خلينا نكمل بعض التطبيقات في البحث العلمي. شكرا جزيلا لكم. هذا رابط البرنامج، بس تدخلوا إلى هذا الرابط راح تظهر لكم الشاشة اللي أمامكم أو اللي أمامنا الآن. نروح إلى خم ورقم الهاتف، سيرسل يتأكد أن رقم الهاتف الموضوع فعال حتى تصل إلى الكود التفعيل. بعد ذلك نضع رمز التفعيل، تظهر لنا هذه الشاشة. طيب هذا طبعا إحنا تحدثنا معاه في أهداف الورقة البحثية، عملنا إعادة صياغة للجمل، تحدثنا معاه في اقتراح بعض عناوين للورقة البحثية مع إعادة صياغة لهذا العنوان. إلى الآن جيد. طيب لو جينا مثلا سألناه في شيء أنا من وجهة نظري الآن لا يستطيع الذكاء الاصطناعي حله، أريد فرضية لهذا السؤال. لاحظوا راح أعطيه الفرضية، مثلا أعطيه السؤال: ما هو تأثير ريادة الأعمال، أو ما هو أثر ريادة الأعمال، أثر على لغتنا هذا الذكاء، ما هو أثر ريادة الأعمال على التنمية المستدامة؟ خلينا نشوف إجابته. أعطيته إحدى تساؤلات البحث وطلبت منه فرضية لهذا السؤال. أعطيني فرضية. الآن هو يجيب.
يعطيني فقرة كاملة جدا تتحدث من خبرة الذكاء الاصطناعي حول هذا الموضوع، إن ريادة الأعمال هي العامل الأساسي الذي يؤثر على التنمية المستدامة، لأنها تعطي الشركات القدرة على الإنجاز الاقتصادي العالي والتنمية المستدامة من خلال الاستثمار. هو ما صاغ لي الفرضية، ولكن أعطاني شيء يمكن أن يعطيني خبرة لصياغة الفرضية. بس لو جيت مثلا أريد صياغة فرضية لما جاء أعلى، لاحظوا الآن أنا طلبت منه، أعطاني معلومة حتى أصيغ فرضية، ولكن الآن طلبت منه أنه يعطيني صياغة للفرضية. طيب بناء على هذه المعلومات، لاحظوا صار يعطيني صياغة لهذه الفرضية. أعطاني إياها بالمكشوف، أن ريادة الأعمال هي العامل الأساسي الذي يؤثر على التنمية المستدامة، وذلك من خلال التركيز على الإنجاز الاقتصادي العالي. يعني هو يريد أن يقول لي بأن الفرضية يجب أن تكون إيش؟ فرضية مثبتة بأنه نعم هناك تأثير لريادة الأعمال، ولكن لم يصيغها. أعطاني إجابة تساعدني على صياغة الفرضية وليس صياغة كاملة. من هون أنا بستنتج كباحث أنه هناك تأثير لريادة الأعمال على التنمية المستدامة كفرضية مثبتة، أو فرضية كإجابة مبدئية على سؤال البحث اللي أنا أعطيته إياه. لاحظوا هو كيف طيب وصلتني هذه الفرضية، كيف قمت أنا بصياغتها بناء على المعلومات وبناء على إجابة الذكاء الاصطناعي. الآن أنا بصراحة هنا في عندي في بعض المحاذير في هذا الجانب. إحنا دائما نتعلم بأنه الفرضية تأتي من خبرة الباحث، سواء من قراءته لمصادر مراجع، خبرة عملية في مكان عمله إلى آخره. الذكاء الاصطناعي أجاب بفرضية إيجابية هون بأنه هي العامل الأساسي الذي يؤثر، وبالتالي أعطاني جزم بأن هناك تأثير. دوري الآن كباحث لا أستطيع أن أصيغ الفرضية تمام دون التأكد بأنه هذه الفرضية يعني مبنية على خبرة معينة، فأنا ممكن أروح أبحث أكثر حتى أصل إلى صياغة دقيقة لهذه الفرضية، وإن كانت الفرضية يعني تشكل إجابة مبدئية على سؤال البحث. ولكن أنا هون الذكاء الاصطناعي أعطاني كإشارة للبدء في عملية البحث، إذا كنت أنا باحث ما عنديش خبرة في هذا الموضوع بشكل كامل حتى أصيغ الفرضية بالشكل الصحيح. طيب هذا طبعا جزء متعلق أيضا بالفرضية، أخذنا جزء بالأسئلة، أخذنا فرض جزء بالفرضية، أخذنا جزء في صياغة عنوان، في أهداف الورقة إلى آخره. الآن ممكن أسأله كيف يمكن كتابة المقدمة للموضوع الذي تمت مناقشته على. الآن بدي أسأله كيف ممكن أكتب مقدمة لهذا البحث. لاحظوا أعطاني المقدمة مباشرة، ريادة الأعمال هي العامل الأساسي الذي يؤثر على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. بكتب في المقدمة وهي العملية التي تشكل فكرة جديدة في مجال الأعمال لحل مشكلة معينة. لاحظوا بس أنا بدي أوقف هنا شوي، من وين جاب هاي المعلومات برأيكم؟ طيب إنه هي العملية الجديدة التي تشكل فكرة جديدة في مجال الأعمال لحل مشكلة معينة، من وين جابها هاي الفكرة؟ من التعلم الذاتي. من وين؟ من التعلم الذاتي. أنا قبل قليل ناقشته، حكيت له أنه ذكاء الأعمال، عفوا ريادة الأعمال هي كذا كذا وكذا. فإذا نعم من الحديث معه، فأنا كل ما تحدثت معه أكثر كل ما أعطاني نتائج أدق، لأنه هذا الذكاء يعتمد على إيش؟ على التعلم الذاتي في المعلومات اللي أنا بعطيها. كتب لي مقدمة بسيطة عن ريادة الأعمال، كتب لي هدف بناء على الأهداف اللي تحدثنا عنها، هذه الورقة البحثية إلى تحليل الدقيق للأثر الذي يؤثر فيه ريادة الأعمال على التنمية المستدامة عن طريق التركيز على الإنجاز الاقتصادي العالي والتنمية المستدامة من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة والخدمات الأخرى التي تحسن من جودة الحياة وتحسين البيئة، وسيتم تحليل من خلال الطريقة النوعية والكمية باستخدام الأدلة المؤرشفة. طبعا هنا تحتاج هذه المقدمة تحتاج إلى تأكد من عناصر المقدمة بشكل سليم، ومن ثم تنقيح ما جاء من الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح حتى تكون عملية الصياغة
بشكل دقيق جدا، وأن لا تكون يعني فيها أخطاء علمية. الآن هو بتكلم عن فكرة عامة، كان يمكن كتابة مقدمة أفضل من هذه المقدمة بصراحة. هو بتكلم عن فكرة عامة. طيب الآن بدي أمشي في جزء آخر في الورقة البحثية أو في البحث العلمي بشكل عام. إذا طلبنا منه مثلا ما هي المنهجية المناسبة لهذا البحث، بدي أشوف شو المنهجية اللي ممكن أستخدمها في هذا البحث، جزء المنهجية. طبعا أعطاني منهجية يعني ما أنزل الله بها من سلطان، تعتبر المنهجية الأدلية الشاملة لا نعلم، وهي منهجية تتضمن جمع المعلومات من مصادر مختلفة وتضمن الأبحاث النوعية والكمية، وتشمل الأساليب الإحصائية لتحليل البيانات. يجب أيضا الانتباه إلى الشخصيات الذاتية التي تؤثر على الأثر الذي تطرحه في الفكرة الجديدة في مجال أعمال التنمية المستدامة. أعطاني منهجية شوي حقيقة يعني ما أنزل الله بها من سلطان، أعطى بعض المعلومات ممكن تكون جيدة أنه تشمل بعض الأساليب الإحصائية لتحليل تلك البيانات، ولكن ما حكى لي إيش المنهجية، شو اسم المنهجية، ما حكى لي إذا أنا ممكن أستخدم أداة دراسة معينة، أداة البحث المناسبة لهذه الورقة. هناك العديد من الأدوات البحثية المختلفة. هو بجاوب بشكل عام، تأكدوا تماماً أنه أنتم تستخدموا مصطلحات دقيقة. إذا استخدمت كلمة ورقة ابدأ معها ينتهي في كل الحديث عن كلمة ورقة، إذا استخدمت كلمة بحث في كامل الحديث عن كلمة بحث. طيب هنا إيش بحكي لي؟ هناك العديد من الأدوات البحثية المختلفة التي يمكن استخدامها للبحث عن أثر ريادة الأعمال على التنمية، ومنها بحث الميدان. لاحظوا بلش يعطيني شيء ممتاز، يستخدم هذا النوع من البحث لجمع البيانات الشاملة من المصدر الأصلي باستخدام المقابلات الشخصية أو الجمعية. البحث الوثائقي، ويستخدم هذا النوع من البحث لجمع البيانات من الوثائق المخزنة كالمذكرات الشخصية، الصحف، المجلات العلمية، والإحصاءات الحكومية، الإحصاءات الشخصية والإحصاءات الشخصية الأخرى. يستخدم هذا النوع من البحث، لاحظوا أعطاني أكثر من طريقة من أدوات البحث العلمي. راح أتركه شوي يعطيني بعض الطرق أو بعض الأدوات. بدأ الآن يدخل بأشياء يعني حقيقة. طيب الآن أنا سألته إنه ما هي الأدوات اللي ممكن استخدامها في مثل هذا البحث، بدي أخصص أكثر، أشوفه ممكن يقترح علي أداة معينة. مثلا ممكن أحكي له ما هي الأداة المناسبة للبحث الذي تناقشنا فيه أعلاه. الآن هو صار عنده معلومات لأنه شاف أعطاني بعض المعلومات، أعطيني طيب ما هي أفضل أداة من الأدوات اللي تحدثت عنها. كلمة أعلاه بالهمزة خطأ، أثر علينا الذكاء. تشمل الطرق التالية: البحث الوصفي، بعطيني المنهج الآن اللي ممكن استخدامه، البيانات الشاملة للاطلاع على الموضوع الذي يعنيه البحث، البحث التجريبي. الآن بلش يعيد إلي بعض الطرق حتى أنا أختار منه، أعطاني معلومات جيد يمكن اختيار من خلالها تصميم المنهجية بتحديد المنهج، ثم تحديد الأداة، ثم تحديد الآن جزء آخر رح نسأله عنه، وين ممكن تكون عينة البحث أو الورقة البحثية برأيك في هذا الموضوع. خلينا نشوف. فأنا راح أعمل له إيقاف stop generating وأسأله ما هي العينة المناسبة لهذا البحث، يعني وين ممكن إجراء هذا البحث، في أي عينة، أو ما هو المجتمع عفوا المناسب قبل العينة، المجتمع. دقائق من فضلكم. ما هو المجتمع المناسب؟ خلينا نسأله.
المناسب لهذا البحث، وما هو المجتمع عفوا المناسب لهذا البحث؟ طيب، هو بدأ الآن يعني يدخل في بعض الأخطاء زي ما أنتم شايفين، المنهجية المصطلحية التي تتيح البحث الجزئي للنصوص. طيب، راح أحكي له ستوب الآن، يعني وصل إلى مرحلة يمكن لا يستطيع تقديم المجتمع. هو أعطاني إياه في العنوان بالمناسبة، لما حكى لي الشركات الصغيرة والمتوسطة أعطاني المجتمع في العنوان، اقترح المجتمع في العنوان. طيب الآن ممكن، ما هي طرق التحليل المناسبة لهذا البحث؟ نشوف ما هي طرق التحليل اللي ممكن استخدامها لهذا البحث. قد تشمل، أعطاني إحدى الطرق، التحليل الإحصائي، التحليل المقارن، التحليل النقدي، الملخص الجدولي، الأسلوب الإرشادي، الأسلوب الوصفي التجريبي. طبعا إحنا أكيد راح نختار إحدى الطرق هاي، اللي هو أكيد اللي هو إذا كنا ميداني راح نأخذ في أن جمع بيانات وكانت أداة الدراسة متعلقة باستخدام الاستبيانات، فأكيد راح نستخدم التحليل الإحصائي. طيب، هنا إحنا أخذنا يعني جزء المنهجية بشكل كامل. راح أعطي جزء الآن في آخر جزئية في هذه الورشة حتى لا أطيل عليكم أكثر وأخذ أكبر قدر من التساؤلات لهذه الورشة العلمية. طيب، راح أسأله سؤال في آخر شيء، في آخر جزئية، أنه أريد استنتاج لهذه النتيجة. خلينا نشوف استنتاج لهذه النتيجة. أريد استنتاج لهذه النتيجة، هناك أثر لريادة الأعمال على التنمية المستدامة. أريد أن يستنتج نتيجة أو استنتاج معين من هذه النتيجة التي حصلنا عليها في البحث اللي قمنا فيه. طيب، خلينا نشوف إيش بيعطينا استنتاج لهذه الجملة. يفكر إلى الآن طبعاً لاستنتاج معين، هذا كله يعمل من خلال اللي تحدثنا عنه في بداية هذه الورشة، اللي هو الشبكات العصبية، الطبقات المخفية، هذا كله من خلال تلك الشبكات. طيب، يشير النتيجة التي تشير إلى أن هناك أثر لريادة الأعمال. طيب، ما هو الشيء الجديد الذي خرج فيه على التنمية المستدامة؟ طيب، يمكن يكون في عندي خطأ بالإنترنت، الشبكة، أعيد مرة أخرى، أريد استنتاج لهذه النتيجة، هناك أثر لريادة الأعمال على التنمية المستدامة. يبدو أن هناك علاقة بين ريادة الأعمال والتنمية المستدامة، ويمكن أن تشكل الريادة الأعمال الجديدة والإبداعية أسلوباً لتحقيق التنمية المستدامة. بصراحة استنتاج ممتاز، جيد. طيب، ممكن أيضاً في جزء آخر أنه إحنا نسأله في آخر الجزئية، ما هي أهم المصادر والمراجع التي تتحدث عن ريادة الأعمال؟ لاحظوا، أنا يعني ممكن خصصت هذا الموضوع، إحنا ممكن نسقطه على اختصاصاتنا،
سألته سؤال: أعطيني أهم المصادر والمراجع التي تتحدث عن ريادة الأعمال. خلينا نشوف جزئية هامة أيضا في الورقة البحثية. هو الآن يفكر في أهم المصادر والمراجع الموجودة عنده أو لديه. أخذ وقت في عملية التفكير. يعني السؤال بصراحة كبير جدا، يعني سؤال يريد حتى العقل البشري عندما يريد الإجابة على هذا السؤال يعني يحتاج إلى وقت للتفكير. إلا طبعا مع الأساتذة اللي عندهم خبرة طويلة بالاطلاع، يعني سيعطي إجابة سريعة جدا في أهم المصادر والمراجع في موضوع معين من حكم الخبرة والاطلاع الكبير في هذه الجوانب. وأكيد لن يحضر الاسم لاسم الكتاب أو اسم الدراسة بشكل كامل، لم يستطع يعني الإجابة عن هذا السؤال. هذا من إحدى المحددات اللي يمكن تحدثنا عنها في الذكاء الاصطناعي. ممكن برضو خطأ في النتورك عندي يكون جزء من هذا الخطأ. طيب، حقيقة يعني بدأ الآن بالإجابة. الكتب الشاملة لريادة الأعمال، The Lean Startup لأريان ريمس، Good to Create لجيمس هانت، لمايكل آين براون. المجلات العلمية الذاتية التي تناقش مثل Journal of Small Business Management، Harvard Business Review. رائع رائع جدا. ريادة المواقع الإلكترونية الخاصة مثل موقع entrepreneur.com، الشبكات الاجتماعية الخاصة بريادة الأعمال مثل لينكدين وتويتر. صراحة يعني أعطى إجابة جيدة. فإذا يعني هذه إحدى المؤتمرات والندوات الخاصة، أيضا يعطينا اقتراحات الندوات الخاصة بالمصادر والمراجع يمكن في مجال ريادة الأعمال. طيب الآن استنتاج سريع. تحدثنا يمكن إحنا في البداية حتى أعطي تلخيص لهذا التطبيق العملي، إنه إحنا تكلمنا إنه أخذنا يمكن العنوان، أخذنا باقي التفاصيل، تحدثنا معاه بالأهداف حتى وصلنا إلى عملية اللي هو صياغة العنوان، ثم وصلنا إلى كتابة مقدمة، ثم وصلنا إلى إعادة صياغة بعض الفقرات، تحدثنا عن المنهجية والأدوات التي يمكن استخدامها، أدوات التحليل، أخذنا بعض أيضا مصادر المراجع كيف ممكن يساعدنا أيضا في الاستنتاجات. ولكن ما أريد الحديث عنه في هذا النظام بالذات عند التطبيق عليه. أنتم أكيد إن شاء الله راح تأخذوا مساحة للتطبيق بعد انتهاء الورشة، بأنه هو دائما يعطيك إجابة أدق كلما تحدثت معه أكثر، لأنه هو أساساً يعتمد على التعلم الذاتي أو التعلم الآلي. أي سياق، يعني سياق الحديث هو الذي يعطي معه نتائج أكبر. هذا واحد. اثنين، كتوصية في عند التطبيق استخدام مصطلح ثابت. ما أجي مرة أسأله ما هي أهداف البحث، ثم أقول له ما هي أسئلة الورقة البحثية أو ما أسئلة البحثية، استخدم مصطلح واضح معه في سياق الحديث حتى يعطيك إجابات دقيقة، لأنه هو بيبني على الحديث اللي بيتم معه. ونقطة أخيرة أودي الإشارة إليه، بأنه إحنا وصلين الآن في هذا النظام إلى مرحلة جيدة، ولكن هذه المرحلة تعتبر مرحلة مساعدة. وإنتوا شفتوا في التطبيق إنه هو لم يقم بكتابة ورقة بحثية كاملة بعناصرها ولا آخره، ولكن ساعدني في بعض الإجابات، أعطاني بعض الأفكار التي يمكن تطبيقها في الورقة البحثية. فإذا هو مساعد كمستشار جانبي، ممكن أستشيره في بعض الأمور، ولكن لا أخذ كل ما جاء بما يقوله إلا بعد التأكد من صحة ما قال. هذه أيضا من النقاط المهمة جدا. لا تستخدموا هذا النظام بالاعتماد بشكل كامل كتوصية نهائية في هذه الورشة في كتابة الورقة البحثية، لن يجدي نفعا، وإنما في بعض العناصر التي تودون الاستفسار عنها، بعض إعادة صياغة لبعض الفقرات، تشكيل عنوان ومن ثم تنقيح هذا العنوان،
هذه الأمور الطفيفة التي بالنهاية تساعد الباحث، أنا لا أقول أنها لا تساعد، وإنما تساعده إلى حد معين، ولا يمكن إغفال بأن الحس البشري والذكاء البشري وأيضا الخبرة البشرية تتفوق على هذا النوع من الأنظمة، وبالتالي لا نستطيع أن نقول بأنه يعني يمكن كتابة ورقة بحثية دون الرجوع إلى الباحث اللي هو بيستخدم العقل البشري حتى نحصل على ورقة بحثية رصينة، لأنه تأكدوا تماما بأنه هذا النظام يعطي معلومات حسب ما يعطيه المستخدم، فبالتالي هناك ملايين المستخدمين، عندنا 2 مليون مستخدم يستخدم هذا النظام، فهناك بعض المعلومات خاطئة، بعض المعلومات غير دقيقة يعطيها هذا النظام أو يعطيها مستخدمون آخرون لهذا النظام، وبالتالي تعطي بعض المشاكل في عملية إعطاء المعلومات بالشكل الدقيق. لا أريد الإطالة كثيرا، أود فقط أن أريكم مثالا، إذا طلبت من هذا النظام ورقة بحثية تتكون من 300 كلمة، هل سيعطيني حول موضوع معين؟ هل سيعطيني؟ الآن سنرى. ليس الهدف من هذا التطبيق بأنه إحنا نستخدمه في كتابة أوراقنا البحثية، بس بدي أورجيكم وين الثغرات اللي موجودة في هذا النظام. فلو جيت حكينا أريد ورقة بحثية، حول في نفس السياق حول أثر ريادة الأعمال على التنمية المستدامة من 300 كلمة، راح يكتب لي ورقة بحثية، ولكن هناك ثغرات. لاحظوا، بدأ الآن بكتابة هذه الورقة البحثية، ولكن هل هي مكتملة العناصر؟ هل هي مصاغة بشكل صحيح؟ هل هي المصادر موثوق فيها اللي بيتكلم فيها؟ هنا لا نستطيع أن نقول بأنه يعني دقيق بشكل 100%، هناك ثغرات. ويمكن أنا تحدثت عن تمثيل هذا النظام بالطفل الصغير الذي ينمو يوما بعد يوم، الآن سيقوم بكتابة الورقة من 300 كلمة بشكل كامل. لاحظوا، ريادة الأعمال هي الطريقة التي يتبعها، تشير الدراسات التي أجريت على هذا الموضوع أن هناك علاقة بين ريادة الأعمال والتنمية، يعطيني نتائج، يعطيني عفوا صياغة كاملة، ولكن استخدامنا له يجب أن يكون بناء على زي ما استخدمناه قبل قليل، بطريقة منهجية نحاول إيصال المعلومة له حتى يعطينا معلومة دقيقة نستخدمها في ورقتنا البحثية. طيب، حتى لا نطيل أكثر، سأعطي آخر شيء بعيدا عن مجال البحث للمختصين في مجالات أخرى، كان أقول له يمكن البعض يحكي لي هذه الطريقة يمكن تكون يعني استخدامها خاطئ في هذا الموضع، ولكن حتى أريكم أنه القدرة الهائلة لمثل هذه الأنظمة. يعني الآن سأقوم بطلب منه طلب يعني كمبرمج وليس كخبير في مجال البحوث، أريد برنامج مكتوب بلغة، المختصين يمكن بيعرفوا السي بلس بلس، يقوم بإيجاد متوسط العلامات. لاحظوا، طلبت منه برنامج بلغة سي بلس بلس يقوم بإيجاد متوسط العلامات لطلبة معينة. لاحظوا، يقوم بكتابة البرنامج كامل، الكود كامل الخاص بهذا البرنامج بلغة سي بلس بلس مكتوب أمامي الآن. طبعا أنا هون يعني لا أعطي حقيقة، يعني هذا البرنامج خطير جدا إذا استخدم بالطريقة الخاطئة، أنا هون بس بحكي إنه كيف ممكن قدرات البرنامج هذا أو هذا النظام خارج أيضا نطاق الكتابة فقط الأوراق العلمية، إنما يستخدم في اختصاصات مختلفة. طبعا هاي البرنامج، إذا أخذت الآن هذا البرنامج كما هو وضعته على برنامج C++ سيقوم بإيجاد متوسط العلامات الخاصة بالطلبة بكل بساطة. طيب، في النهاية لا أود الإطالة أكثر من ذلك، أشكركم على الإصغاء والمتابعة، وأشكركم على التفاعل الكبير الذي كان في هذه الورشة. شكرا لحضوركم، وأتطلع لمداخلاتكم إن شاء الله للإجابة على أي تساؤلات أو التعقيب على أي شيء جاء في هذه الورشة. يمكن المداخلة باستخدام خيار الريز هاند
أو رفع اليد عبر برنامج الزوم. وسيتم إن شاء الله تزويدكم برابط الحصول على الشهادة الفورية لهذه الورشة بعد قليل إن شاء الله عبر الشات وعبر البث المباشر على صفحة المنصة على الفيسبوك، وسأقوم إن شاء الله بتزويدكم بالمادة العلمية الخاصة بهذه الورشة. نبدأ بالمداخلة الأولى من الدكتور محمد عاصم. تفضل دكتورنا العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور عبد الله، ازي حضرتك؟ انا سعيد جدا جدا جدا. انا بكلمك دكتور محمد عاصم، دكتوراه في المناهج وطرق التدريس، كليه التربيه الرياضيه جامعه اسكندريه مصر. حياك الله دكتور. انا سعيد جدا جدا بمحاضره جميله، يعني ممكن يعني اللي مستمعينها او اللي متابعينها يعني يغيروا مجريات البحث العلمي على مستوى العالم. الجانب العملي، انا مش هتكلم في الذكاء الاصطناعي بمقدماته او الشات جي بي تي، ولكن الحاجه الجميله اللي انت عرضتها دي حاجه جميله جدا جدا جدا. معلش انا يعني هتكلم بس في حاجه ومحدش ياخدها بمنظور ان احنا بنقلل من شأن علمائنا او اساتذتنا اللي في الكليات، سواء في جانب التربيه الرياضيه او الاعمال الاخرى او الجوانب الاخرى. فعلا اللي انت عرضته يا دكتور عبد الله دي حاجه جميله جدا جدا. احنا بنمثلها بايه دلوقتي؟ المرشد الاكاديمي اللي موجود، اللي هو بيعين من قبل الكليه في اطار الدراسات العليا سواء الماجستير او الدكتوراه، بيقول لنا نفس الكلام، يعني بيقول نفس الكلام. ولكن اللي انت عرضته النهارده حاجه جميله. انا مش بقلف شهر استاذي طبعا، دي حاجه تانية على دماغي، واحترمه واقدر كل ما يلفظ من لسانه او اي كلمه هي على دماغي من فوق. ولكن الاستدلال بتاع الشات ده حاجه جميله، هو ينقص بس حاجه، ان هو يعني لابد ان يغذي بالمعلومات الاكثر مما وجد. يعني انت عرضته عندنا دكتور عبد الله، بمعنى ايه؟ احنا عندنا في القطاع العربي او الدول العربيه بعض المجلات بتبقى لها معايير معينه وشكل منهجي معين، بالتالي الشات ده مش هينفع عندنا. زي مثلا على سبيل المثال، لو احنا جينا نقول مثلا مجله زي مجله جامعه حلوان مثلا، كليه التربيه الرياضيه في مصر، بتختلف اختلافا كليا في المنهجيه البحثيه بتاعتها عن مجله مثلا بابل الموجوده في العراق، او المجله الموجوده في الاردن، او المجله الموجوده في لبنان، الجزائر، المغرب. يبقى لابد عند استخداماتنا للشات دوت من قبل الدولة أو المنظمة أو الهيئة أو الشركة المنتجة لهذا العمل أن تزود حسب الموقع الجغرافي اللي بيتكلم فيه الشدة. ولذلك هو هيدينا حاجات جميلة، هيعمل لنا حاجات جميلة. أما أنا لاحظت، أنا متابع حضرتك من المحاضرة، بالذات المحاضرة العملي، لقيت أن كل الأسئلة اللي أنت بتطرحها عليه هو بيقولها في إطار الطريقة المنهجية المستخدمة في المنهج او البحث العلمي في الدول الاوروبيه. يعني احنا عندنا مثلا، انت ما كنت بتطرح اسئله ما هو المنهج او المنهج ايه المستخدم، او انا عاوز المنهج المستخدم في هذه الدراسه او البحث او الورقه البحثيه، بيقول لك المنهج الديناميكي، المنهج الوثائقي، المنهج التاريخي. احنا عندنا لما نيجي نتكلم في مناهج، انا اقول المنهج التجريبي، شبه التجريبي، الوصفي، المقارن، المسحي. يبقى لابد، ودي توصيه ممكن من خلال حضرتك كمتابع في تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامنا للتقنيات الذكاء الاصطناعي، ان تبث هذه الـ يعني نقول ايه، التوصيه للشركه المنتجه، ان انت بتعملي شات موجود او هيتكلم او هتعملي شات للدول العربيه اللي موجودين احنا فيها، اذا لابد ان يغذى بالمنهجيه العلميه الموجوده عندنا. انا مش هطيل عليك، انا مبسوط جدا جدا، محاضره فادتني جدا، ويعني ادخرت ليا يعني منظومه علميه دخلت عندي النهارده بوجود الدكتور عبد الله وبوجود منصه افيان. شكرا لكم، وانا اسف للاطاله، وتحياتي لكم جميعا. شكرا جزيلا دكتور محمد، شرفت بحضرتك بوجودك معي في هذه الورشه. هو احنا زي ما تفضل دكتور محمد، هو يحتاج هذا النوع من الانظمه الى التخصيص اكثر. يعني اليوم احنا بنتكلم على نظام عام شوي في طريقه، خلينا نحكي التحليل، ولكن اذا ما تم الاعتناء بهذا النظام
بطريقة معينة تخصص فيه زي ما تفضلت حضرتك، أنا سأجد أنه سيكون هناك نتائج أكثر دقة، سيعطينا ما يعطيني إياه، يعني مع احترامنا لكل أساتذتنا، بس يعني سيعطينا إجابات من خبراء. لذلك أنا اليوم تحدثت بأنه هو كالطفل ينمو يوما بعد يوم. أنا بتوقع الذكاء الاصطناعي في هذا المجال من خلال أيضا متابعتي البسيطة والمتواضعة بحكم اختصاصي يعني في هذا المجال، بأنه التطور للذكاء الاصطناعي هائل جدا وبيزيد يوم بعد يوم، لأنه حتى أصبح الآن الذكاء الاصطناعي يصنع الذكاءات الأخرى من خلال الذكاء الاصطناعي. تخيلوا إلى هذه المرحلة وصلنا، فبالتالي تخيلوا حجم التطور الهائل اللي راح يصير خلال السنوات القادمة، وكل ما زاد عمر الذكاء الاصطناعي مثل هذه البرامج سيكون هناك نتائج أكثر دقة واستخدامات كبيرة جدا. أنا بتوقع أنه في خطورة أكيد من الذكاء الاصطناعي إذا تم استخدامه بشكل خاطئ، ولكن يجب أن يكون هناك، وأنا متأكد في المستقبل القريب سيكون هناك قوانين وتشريعات متعلقة في الذكاء الاصطناعي، لأنه سيكون صناعة تحتاج إلى ضبط مثله مثل أي صناعة الآن إحنا اليوم نستفيد منها في حياتنا. فإن شاء الله يعني بتمنى أنه هذه التوصيات اللي تفضلت فيها دكتور محمد يعني توصل لأكبر قدر من المختصين وأصحاب القرار في مثل هذه الأنظمة، حتى يصنعوا لنا برامج إن شاء الله يعني تكون أكثر دقة في فيما تقدمه من معلومات للمستخدمين. جزيل الشكر دكتور محمد، شرفت بحضرتك في أشكرك هذه دكتور عبد الله، أشكرك جدا، حياتي. أشكرك جدا، ما شاء حياكم الله، الله دكتور. تفضل. أهلا وسهلا دكتور. دكتور علي تفضل. السلام عليكم دكتور عبد الله، أشكر عليكم حضرتك السلام يعني ورحمة الله. والزملاء، وسعيد جدا بالاستماع لما طرحت حضرتك. أعذرني إن سأحاول الاختصار بقدر الإمكان، لكنه موضوع شيق وجميل وجذاب، يعني يحتاج منا إلى يعني وقفة جادة في هذه المسألة. فأنا بادئ يعني أشكر حضرتك جزيل الشكر على أنك طرحت يعني في هذا المستوى المميز والبسيط والمعقد في نفس الوقت. بسيط من حيث تفهيم أو توصيل الفكرة إلى أي مدى خطورة الـ Artificial Intelligence، الذكاء الاصطناعي المستقبلية، التي قد تؤثر بشكل عميق جدا، وللأسف أنا أراها سلبي وليس إيجابي كبير. صحيح لا أنسى الجانب الإيجابي المميز والخلاق بصراحة يعني، لكن دائما عندي منظور فلسفي أن العقل الإنسان الذي كرمنا الله به سبحانه وتعالى لا يمكن يتجاوزنا، لا Artificial Intelligence ولا شيء، لأن الارتفيشال كمنظومة يعني معرفية علمية هي تعتمد اعتمادا كليا على الانبوت والاوتبوت. في الارتفيشال انتليجنس هو مجموع تعاونات كبيرة جدا بين منظومة عقل بشري في مختلف التخصصات، وبالتالي أدى إلى هذا المنتج الذي يعني فعلا سيكون له تأثير خطير جدا على تحديد أبعاد سلوك الإنسان في المستقبل. وانا يعني ربما يعني وجودي في الغرب اعطاني بعض المؤشرات على ان الى اي مدى يعني فلسفيا الان يتم برمجه العقل البشري في المستقبل لتحديد سلوكيات هي مقصوده ومحدد لها مسبقا. انا اتمنى ان لا نصل الى هذا المستوى المخيف حقيقه، لكني لا يعني ان نهمل اهتمامنا واطلاعنا ومعرفتنا بالجوانب الايجابيه والسلبيه للارتفيشال انتليجنس. طبعا انا الارتفيشال انتليجنس واحده من المسائل الرئيسيه الفاعله والانتقاد الكلي والعميق، انه زي ما ذكرت حضرتك يفقد الاحساس بالجانب الانفعالي للانسان، وبالتالي هو عباره عن ماشين تتفاعل. صحيح هي اعتمدت على مجموع عقول بشريه مشتركه في نظام الحاسوب في الانساني العلوم الانسانيه، وبالتالي كل هذه المدخلات جاءت ككمل. واعتقد انه زي ما ذكرت حضرتك انه لا يمكننا يعني بعقل بشري يعني ان نجري عمليات احصائيه وتحليليه سريعه بقدر الذكاء الاصطناعي، ما في نقاش هذا الشيء. لكن توظيفنا للابعاد الانسانيه السلبيه ينبغي ان ننتبه لها، يعني كثير من الاشكاليات. يعني الاسبوع الماضي على سبيل المثال كنا في لقاء حول يعني الجانب التربوي في استخدامات الذكاء الاصطناعي، وواجهتنا حقيقة مشكلة في التصحيح لهذا العام، أن كثير من استخدامات الشات جي بي
استخدمت من طلابنا فيما يتعلق بالسمول اساينمنت اللي هي 2000 و 3000 كلمه. وبالتالي صحيح. مساله البليجرزم فيما يتعلق بالاسسمنت قاعدين في اشكال كبير جدا. انت من صح. ناحيه تستخدم خاصه نحن في مجال قسم علم الكمبيوتر على وجه التحديد التشابه واضح جدا في التطبيقات، وبالتالي اما تكون نتائج سلبيه ومؤثره على الطلاب، لان البليجرزم واضح جدا من الارتفيشال انتليجنس، او ان المساله مرتبطه بان في اتكال كلي على استخدامات التقنيه في اعدادات معرفيه وعلميه تعطي في المستقبل مؤهلات لبشر ليسوا على مستوى الكواليفيكيشن اللي هم ياخذوها في المستقبل. فانا الحقيقه هذه جزئيه في غايه الحساسيه. طبعا المشكله الرئيسيه اللي ذكرتها حضرتك والتطبيق اوضحها لنا بشكل دقيق جدا، مساله الترجمه من الانجليزيه الى اللغات الاخرى، والعربيه كانت اكثر وضوح. في مفهوم المعرفي البسيط المتواضع لا يمكن لاي لغه انجليزيه او غير انجليزيه ان تصل الى الوصول الى المحتوى الكلي البلاغي للغه العربيه. يعني حتى السيتنج، يعني الكتابه من اليمين الى اليسار في العربيه يختلف على البراكتيكاليتيز، يعني يعطيك الواحد واثنين وثلاثة واربعة على الليفت سايد، يعني برغم انه يكتب بلغه عربيه. ليش؟ لان الفريم سيتنج هو كان بالانجلش. فهذه المشكله الكبرى الحقيقه اللي نحن للاسف يعني نشير لها، لكن اتفق معك انه يوسع مداركنا، يفتح افاق للباحثين، يسهل كثير من مسائل تربويه يعني تتمثل في الجنريت للبروبلمز على سبيل المثال سيت اب، يساعدنا في الفيدباك في الاسسمنت، يسهل علينا كثير من القضايا، نقدر نضع به زي ما تقول الاوتوماتيف جريدنج على سبيل المثال اسسمنت، نضع به نوع من التقييم العلمي، يعطينا بعض التحديات فيما يتعلق بتحديد الاسايمنت اللي هو في امعان وتوظيف للعقل البشري او في اعتماد كلي على التقنيات. طبعا ايضا حتى هو للاسف يعطي نوع من المرونه وتسهيل في تعليم الطلاب للكودد، يعني هو جانب ايجابي وسلبي. يكون ايجابي ان اذا ما وظف يعني بشكل سليم ودقيق ومعرفي، ولكنه قد يكون بشكل سلبي اذا كان مثلا المقدره المعرفيه والذهنيه والفكريه لبعض الطلاب لا تصل الى مستوى مميز جدا. نجد ان المنتج الذي يقدمه او يسلمه عبر الانترنت ان يتجاوز المقدره الفرديه للعقل البشري المتمثل في الشخص الادمي اللي هو امامك. فنحن امام تحديات، لكن علينا احنا كاساتذه الجامعات ان نطرح بهذا بقوه، وخاصه في مجتمعاتنا العربيه. يعني تخيل انت كثير من اعضاء التدريس في جامعاتنا ربما لا يملك حتى البريد الالكتروني ولا يعرف يستخدم الاكسل ولا الباوربوينت، فما بالك باستخدامات الارتفيشال انتليجنس. اعتذر جدا حبيبي دكتور عبد الله، لكن اشكر حضرتك واشكر منصه الاستفاده على هذا الطرح المميز. نتمنى ان يكون فيه نوع من الورش المستمره في هذا الموضوع، وخاصه من منظور عربي متميز وخاص. شكرا واسف للاطاله دكتور نعديس. انا من يشكرك دكتور علي على هذه المداخله المهمه حقيقه، وانا في بعض الامور تفضلت فيها دكتور علي حقيقه تجول في خاطري منذ مده يعني حول هذا الموضوع، فانا اشكرك على هذا الطرح الثري جدا والمهم حول موضوع ورشه اليوم. وأنا أدعوك دكتور علي يعني لو تشرفنا إن شاء الله في سيكون هناك ملتقى علمي قريب على منصة إفاد تم الإعلان عنه في 10 مارس 2023 حول فعالية تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي. نريد أن نخرج من هذا الملتقى حقيقة بتوصيات دقيقة جدا من خبراء مثالك دكتور علي ومثال خبراء في تخصصات مختلفة، إنه هل يعني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي يعني هل هي استخدامها يعتبر فعال في جوانب معينة؟ هل هو أخلاقي أساساً أنه نستخدم مثل هذه البرمجيات أم لا؟ وكيف أن يكون الاستخدام الأخلاقي لمثل هذه الأنظمة؟ لأنه إحنا نتكلم على نظام قد يعطينا زي ما تفضلت assignment من 300 كلمة أو 3000 حتى كلمة، وبالتالي هذا سيؤدي إلى عجز وكسل بالكثير من هذا، وبالتالي سيعطينا أيضا مشاكل مستقبلية في الإنتاج المعرفي. فأنا يعني حقيقة هذا الموضوع يحتاج إلى فعلا دراسة من خبراء وتجارب لخبراء في مثل هذا النظام. وبالمناسبة يعني إن شاء الله راح يكون في هذا الملتقى هناك من هو مختص في الذكاء الاصطناعي وكان له يعني بعض الإسهامات في مثل هذه البرامج، حتى يعطينا يعني اليوم إحنا هل نستطيع
أن نقول بأنه مثل نظام الشات جي بي تي الإجزام فيه بشكل كامل أنه هو أساساً صحيح أنه نقول أنه يستخدم في كتابة الأوراق العلمية أو لا كمختصين. أنا يعني حقيقة عند صياغة محاور هذه الورشة وعنوان هذه الورشة بالتحديد كنت يعني أقول بأنه يعني ليس من الصحيح أن نقول في كتابة الورقة العلمية، لأن كتابة الورقة العلمية تحتاج إلى خبير وتحتاج إلى متمرس وتحتاج إلى ملم في الإنتاج المعرفي، وليس في مجرد جهاز أو برنامج يقوم بالإجابة عن بعض التساؤلات أو بصياغة بعض الجمل. فأنا بصراحة يعني كان في عندي بعض الإشكاليات حول العنوان، ولكن قلت ممكن يكون كمدخل إن شاء الله في المستقبل للإجابة على سؤال فعلا دقيق، هل هذه البرامج يمكن أن تستخدم فعلا وهل هي تشكل بديل أو لا. أنا من وجهة نظري المتواضعة بأنه هي يعني تحتاج إلى دراسة، لا نستطيع أن نجزم 100%، ولكن تحتاج إلى دراسة للخروج بمعطيات علمية دقيقة في هذا الجانب. وأتفق تماما بأنه مهما وصلت الذكاء أو وصل الذكاء الاصطناعي لما وصل إليه سواء الآن أو في المستقبل لن يصل إلى الإدراك البشري والعقل اللي خلقه سبحانه وتعالى في تحليل وفي الحس وفي الإدراك وفي جميع الأمور الحسابية المعقدة اللي بجريها هذا العقل، والتي تعادل مئات يعني خلينا نحكي مئات التيرابايتس في بالنسبة للأجهزة. فبالتالي يعني أنا أتفق معك دكتور علي وأشكرك على هذه المداخلة وهذا الإثراء الطيب كالعادة، وحقيقة أنت لا تطيل، أنت دائما تضيف لما يقدم في حقيقة في ورش منصة إفاد، فجزيل الشكر. وإذا كانت شكرا. هذه الإطالات ستقدم فيها هذه الأطروحات فأنا مع الإطالة. جزاك الله خير دكتور. شكرا حبيبي. شكرا، بارك الله فيك. دكتور جاقمة أو الدكتورة جاقمة رمضان، تفضل يا دكتورتنا الكريمة. طيب يبدو أنه المايك غير مفعل أو هناك مشكلة في المايك. الأستاذ أبو صهيب عبد الله، تفضل أستاذ الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أشكركم دكتور على هذا العرض القيم المفصل، في الحقيقة أغنيتنا بمعلومات جديدة علينا في مجال البحث. من خلال ما قدمتم يبدو أن الذكاء الاصطناعي سيحدث في الحقيقة ثورة في البحث، وفي نفس الوقت سيكون هناك خلل وفجوة في البحث العلمي أيضا. فربما الباحث سيتكل أكثر على هذا الذكاء، وبالتالي سيكون نوع من تراجع في الإبداع والإنتاج. هذا ملاحظة فقط. عندي سؤال دكتور. السؤال الأول، كيف يكون تكون الإحالة والتوثيق من ناحية البحث العلمي على هذا المجال، في هذا المجال الذكاء الاصطناعي؟ السؤال الثاني، السؤال الأول أستاذ عبد الله بس لأنه راح الصوت، بالنسبة للإحالة والتوثيق، نعم هل معتمد؟ مفهوم دكتور تسمعني؟ نعم، بالنسبة للإحالة والتوثيق صحيح. أيه السؤال الثاني. نعم. سؤال ثاني يتعلق باستفسار، ربما هل هذا الذكاء الاصطناعي يتناول الموضوعات الدقيقة؟ لأن الموضوع الذي طرحتمه هو عام يعني متناول وموجود، لكن الموضوعات الدقيقة مثلا في العلوم الإنسانية، فهل بإمكان هذا الذكاء أن يتناولها؟ تمام، هل أعطيك مثال حتى أفسر؟ تفضل. مثلا باحث في علوم الإنسانية في مجال النقد والبلاغة، في الحجاج مثلا، الحجاج في بلاغة مثلا في الشعر، هل بإمكان مثل هذا الموضوع الذكاء أن يتناوله؟ وشكرا لكم. شكرا، السلام عليكم. شكرا، شكرا جزيلا. الأسئلة مهمة. بالنسبة للتوثيق لا يمكن الاعتماد عليه حقيقي، يعني توثيقه ممكن ما يكون دقيق 100%. بالنسبة للسؤال الثاني في مواضيع متخصصة، هذا يعتمد على التعلم الآلي اللي وصل له هذا النظام. يمكن يكون في شخص تحدث معاه قبلي عن ريادة الأعمال، إذا كان شخص آخر
قد تحدث معاه في الموضوع الذي ذكرتم قد يجيب، قد يجيب في بعض الموضوعات المتخصصة، ولكن أنا أرى أنه يجيب ولكن المعلومات التي يعطيها ليست دقيقة 100%، زي ما تحدثنا في المحاذير من البداية. نعم يمكن استخدامه في الأمور المتخصصة، ولكن زي ما حكيت هو يعمل حسب سياق الموضوع أو الحديث الذي يتم مع نفس النظام، وبناء عليه بيبني عليه معلومات يحلل ثم يعطي نتائج. فكل ما كان الحديث معاه مطول أكثر كل ما أعطاني نتائج أدق، مثل ما بدأنا في هذا التطبيق العملي في هذه الورشة. شكرا جزيلا أستاذ عبد الله، وأتمنى إن شاء الله أني أجبت على استفسار حضرتك. دكتور إسماعيل حسين، تفضل دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك دكتور عبد الله على الإفاضة والمحاضرة القيمة حقيقة. احنا يعني سعيدين انه نسمع منك هذا الأمر، وهو نقلتنا الى افق علمي الذكاء الصناعي. طبعا اصبح الان يتدخل في كل مناحي الحياة حقيقة، لكن انا اود يعني المشاركة في هذا الاقتراح. ربما يكون له دور كبير بالنسبة للذكاء الاصطناعي واعتماد ورقات البحث أو التقييم أو التصحيح أو عرض البحوث عن طريق الذكاء الاصطناعي عن السرقة وعن الاقتباس وما أشبه ذلك. حقيقة الذكاء الاصطناعي أو الاصطناعي هو صناعة العقل البشري، ولكن الإشكالية هنا دكتورنا الفاضل أن من وضع لنا أساسيات البرنامج أو البرامج للذكاء الصناعي هي غربية حقيقة، وبالتالي مثل ما سبقني الأخوة الأفاضل الأساتذة عقبوا على هذا الموضوع أن هذا لا يكتفي، وأنت نوهت لهذا الموضوع أن هذه الأشياء التي نقوم فيها مثل أوراق البحوث العلمية وما أشبه ذلك لا يمكن الاعتماد عليه اعتماد جذري حقيقة، وإنما هي يعني يستفيد منها الباحث، لأن الذكاء الصناعي حقيقة هو خلاصته هو السرعة والإتقان، لا يزيد ذلك على العقل، ويبقى العقل هو صاحب الملكة الفقهية أو المدرك العلمي هو للعقل البشري، لأن الذكاء الصناعي صنعه وزوده العقل البشري، وهو يتلقى المعلومات ويبرمجها حسب الخلايا العصبية التي يعني نظمت في داخل البرمجة مع الخوارزميات، يستطيع أن ما يتلقى فيعطيك ما يسأل، وبالتالي يبقى هذا الأمر عاجز ويحتاج إلى سنوات طويلة حقيقة. 2008 أنا انتجت ريبوت في المجال الميديكال الطبي، وطلبت من الشركة أن تبرمج لي اللغة العربية، أن يكون في البرنامج التاش الكونفرزيشن للجهاز أن تكون هناك لغة عربية حتى المريض يتزود فيها. فحقيقة عجزوا عندما وضعوا على السكرين الشاشة للغة العربية، جاءت في ذلك الوقت مقطعة، وبالتالي عندما تسأل الريبوت في أسئلة عربية إن كان صوتي رفيع أو صوت غير يعني فاهم للغة التي يسمعها يعطيك أجوبة متفاوتة حقيقة، وهذه تعتبر كان في بداية برمجة الذكاء الاصطناعي، وبالتالي يعني لم نستطيع أن نحصل على الجهاز بشكل يعني تقنية عالية حقيقة، وبالتالي الذكاء الاصطناعي الآن أنا أود يعني الباحثين والأساتذة في جامعاتنا هم يتدخلوا في هذا الموضوع حصريا حقيقة، لأنه الآن هم من يصدرون لنا هذه البرامج ونحن نتلقاها، وبالتالي يعني أجد ضعفا كثيرا عندما يعني مثل ما الآن أنت مثلت لنا في الأمثلة عن ريادة الأعمال وتداخل علاقته في
التنمية المستدامة، فهناك يعني كثير عندهم من العجز أنه لا يستطيع أن يتقنها، لأن هو يتلقى من وضع هذه البرامج هم شركة تبرمج هذا، ولكن على المتلقين، يجب المتلقين أن يكونوا متخصصين في إدخال هذه المعلومات. يعني الشركة التي وضعت هذا البرنامج مثل شات جي بي تي، يجب أن يكون لها هناك مستثمرين، يعني موظفين متخصصين في الدقة ويتقنون مهارة اللغة العربية من أساتذة في اللغة وفي النحو وما أشبه ذلك، فيحتاج إلى فريق متكامل حتى يعني يخرجون لنا هذه المعلومات. وبالتالي أنا أجد يجب الانفصال أو فصل هذا الذكاء الاصطناعي حتى نستطيع إلى الدقة، وبالتالي يجب أن يكون البرامج التي نعتمدها في العلوم الإنسانية غير المجال التي نعتمدها في المجال الطبي وغير المجال الهندسي. وبالتالي أنا عندما أسأل هذا الشات جي بي تي، سألته عن ريادة الأعمال، فأنا أتي وأسأله ما هو الفرق بين الإيكو الصناعة الألمانية والإيكو الصناعة الصينية، فهنا أعتقد سوف يكون تداخل في هذه المعلومة، وبالتالي ربما يعطيك معلومة على ما نحن جربناه في هذا الشيء، أن هناك معلومات يعطي فارق عندما نأتي في إيكو صناعة ألمانية، يعطي فارق في عمر قياس الجنين عن الجهاز الصيني، وبالتالي أن المعلومات التي تدخل على الجهاز الصيني استخدموا على قياس الورك أو الفخذ لقياس الجنين، يختلف عن الألمان. الألمان استخدموا محيط الرأس، وبالتالي هناك فوارق عظيمة تحتاج إلى وقت طويل حتى نحصل على ذكاء اصطناعي كامل حقيقة. ومثلا أنت مثلت وهو الطفل، ويعتبر أنا أؤيدك في هذا الوصف للذكاء الاصطناعي، وهو في المرحلة الطفولية ويحتاج إلى التميز ويحتاج إلى الشباب ويحتاج إلى الكهولة، لأنه هذا علم الآن يعني حقيقة واسع وهو بحر متلاطم. أنا أرجو أن أمثالكم من يتدخلون أو نتدخل في هذا الذكاء الاصطناعي حتى نستطيع نحصل نحن على برامجنا، يعني مثل العلوم الإنسانية يجب أهلها يتدخلون فيها، ولا نأخذ برامج يعني توضع على قوانين غربية، وإلى الآن نحن نجعلها في جامعاتنا مثل البحوث العلمية. الآن البحوث العلمية أغلبها نستخدم المنهج الأوروبي، وبالتالي نحكم على البحث في أطروحة رسالة الماجستير أو الدكتوراه على المناهج التي لقنت من البرامج الغربية. وبالتالي الآن يجب أن يكون لنا دور، أنتم الأساتذة الأفاضل المتخصصين في هذه العلوم يجب أن تكون لهم بصمة الآن في الذكاء الاصطناعي، ويجب أن نقيم كتبنا على حياتنا التي نعيشها في المجالات الإنسانية أو العلوم الدينية الشرعية الطبية. لا الطبية ربما هم سبقونا في هذا المجال، نعتمد على مناهجهم أكثر من المناهج في اللغة في العلوم الإنسانية وفي اللغة العربية وما أشبه ذلك. وبالتالي أنا يعني أجد حقيقة يعني تمرير ورشات عمل متكررة، وأصحاب الاختصاص يعني يقدمون لنا مثل هذه المحاضرات القيمة حتى نحن نخرج في نتيجة جيدة جدا للذكاء الاصطناعي، لأنه حقيقة هو علم ناشئ جديد، وسوف يعني يتفننون في علوم ونحن إن لم نواكبها سوف يكون لنا قصر حقيقة ومقصرين في هذا المجال. وأنا آسف على الإطالة، وشكرا لك دكتور عبد الله. شكرا جزيلا دكتور إسماعيل على هذه المداخلة وهذا الثراء الطيب لمحتوى هذه الورشة، وأنا أؤيد يعني ما جاء في هذه المداخلة بأنه إحنا الآن يعني نحاول إن شاء الله يعني يكون في قدر ممكن من المختصين خصوصا في الوطن العربي بأن يكون لهم يعني إسهامات في مثل هذه الأنظمة التي تساهم بشكل كبير. أنا يمكن عندي اقتراح، بعرفش إذا حضراتكم بتعيدوني، في مثل هذه الأنظمة أن يتم ربط هذه الأنظمة بقواعد البيانات
المعروفة بدقتها ورصانتها، مثل القواعد البيانات الموجودة في الوطن العربي أو حتى خارج الوطن العربي، لأنه رفض مثل هذه الأنظمة بمثل هذه القواعد بناء على بحوث على دراسات سيكون له حقيقة. من هنا يمكن أن نقول إذا حدث ذلك يمكن أن نقول أننا وصلنا إلى ثورة هائلة في كتابة البحوث العلمية. أما قبل في المرحلة الحالية نقول نحن في البدايات، ولكن هناك يعني المختصين يجب أن كمان يكون لهم رأي في هذا الجانب بربط قواعد البيانات بمثل هذه الأنظمة حتى احنا أنا ما بحكي الربط حتى يعني يكون هناك بديل للباحث في كتابة البحوث، لا لا يمكن أن يكون هناك بديل للباحث، أنا هذا الكلام مقتنع فيه 100%، وهي سنة الله في الكون، يعني العقل البشري هو الذي أساسا أوجد هذه الأمور، فبالتالي الإبداع الدقة في التحليل الإحساس الإدراك هذه أمور لا توجد في الذكاء الاصطناعي. ولكن أنا أقول كي يعتمد مثل هذا النظام في إجابات دقيقة في بعض التساؤلات كخبير مساعد للباحث نحتاج إلى مثل هذا الربط. شكرا جزيلا دكتور إسماعيل على هذه المداخلة الطيبة والقيمة جدا في هذا الموضوع. دكتورنا العزيز دكتور علي هوساوي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدأ من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى، فلك جزيل الشكر على ما قدمت في هذه الورشة الرائعة، هذه الورشة التي جمعت بين الجانب العلمي والجانب العملي، وأنت الخبير في مجال ذكاء الأعمال وذكاء الاصطناعي، ومداخلات الزملاء حقيقة لا تقل عن جمال ما قدمت، فأثروا الورشة بمداخلاتهم القيمة التي هي جزء يعني لا يتجزأ من أي ورشة بمنصة إفاد كما عودتنا. سأبدأ يعني بعض التوصيات التي ختم بها الدكتور عبد الله الشنطة جزاه الله خير، ومن تلك التوصيات ذكروا بأن هذه الوسائل هي وسائل مساعدة، فلا بد أن نضع هذا بعين الاعتبار، هي وسائل مساعدة مهما كان دقتها لأنها من صنع البشر، ولكن للأسف بعض الباحثين يجعل تلك الوسائل هي الأساس ويكون هو المساعد، يعني يستطيع أن أقول يقلب الموضوع وهذا خطأ. فلذلك نجد بعض الأخطاء، يعني حتى بعض دور النشر من خلال الاطلاعي يعتمدون على مثلا المصحح الآلي، فأجد في بعض الكتب مثلا تنوين مثلا على حرف جر، وهذا خطأ لأن الدار أو المدقق اعتمد على المدقق الآلي، فلا بد أن نضع بعين الاعتبار دائما أن هذه الوسائل هي وسائل مساعدة، وأنت أيها الباحث أنت الأصل، نأخذ منها ما يفيدنا في أبحاثنا، ثم بعد ذلك نقوم بإكمال الناقص. علينا ألا نكتفي دوما بمقولة كل شيء يعني سلاح ذو حدين، وإنما ننتقل إلى نقطة أخرى وهي التفكير في كيفية استثمار الجوانب الإيجابية لهذه التقنيات الحديثة. من واقع التجربة أقول يعني للأمانة بعض التطبيقات ساهمت في ضعف التعبير والكتابة لدى بعض الطلبة والباحثين لاعتمادهم الكلي على هذه التطبيقات، حتى بعض الآن الملصقات نستخدمها في الواتساب، ولكن يجب أن ألا نهمل جانب الكتابة والتعبير من 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 خيالنا، فهذه نقطة في غاية الأهمية، وأتمنى أن يعني من الباحثين أن يبحثوا في هذا الموضوع دور مثلا بعض التطبيقات الحديثة في ضعف جانب الكتابة والتعبير لدى بعض الطلبة والباحثين. نقطة أخرى فيما يتعلق بجانب الأمانة العلمية، طبعا الأمانة العلمية جزء مهم في البحث العلمي، وجدت أحد الباحثين من ضمن المراجع مثلا كتب هذا
مثلا احدى التطبيقات، وكنت اقول هذا التطبيق ليس لا يعتبر لا مصدرا ولا مرجعا لانه لا يحيل الى المصادر، وهذه ربما تكون ايضا اشكاليه من ناحيه الامانه العلميه، لا استطيع ان اكتب ان هذا التطبيق رجعت اليه. واخيرا يعني قبل عده اختم بذلك، قبل عده اشهر يعني ارسل الي المستشار ماجد الغامدي كتاب الإعلام في ظل الذكاء الاصطناعي، وأشار إلى أن هناك وظائف ستقلص بسبب الذكاء الاصطناعي، ولكن لفتني من خلال حديثكم الشيق دكتور عبد الله أن الذكاء الاصطناعي بالعكس إن كان سيقلص بعض أو العديد من الوظائف سيوجد وظائف أخرى ربما أكثر من الوظائف التي تم تقليصها، ولكن تلك الوظائف تحتاج إلى مهارات مثل مهارات التفكير وبعض المهارات من الجانب التقني. فأرجو تعليقك على هذه النقطة، وشكرا جزيلا لك على إتاحة هذه الفرصة، وشكرا لك على ما قدمت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا دكتور علي على هذا الإثراء طيب كالعادة في ما يقدم من خلال منصة إفاد. حقيقة يعني أنا التعقيب اللي أريد التعقيب على ما تفضلت به، وهو تعقيبا مؤيدا، بأنه هو بكل الأحوال لن يحل محل الباحث في كتابة البحوث، هذا متفقين عليه. أما بخصوص ما يشاع بأنه الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير مستقبلا في يعني خلق وظائف جديدة واستبدال بعض الوظائف الحالية بوجود آلات بالذكاء تعمل بالذكاء الاصطناعي، أنا أتفق بأن هناك سيكون للذكاء الاصطناعي هذا التأثير، ولكن هذا التأثير سيوجد مهارات جديدة. أي شيء اليوم بيطلع في العلم يوجد بداله مهارات جديدة يحتاج الإنسان أن يتعلمها كي يستطيع التأقلم مع هذه الوظيفة بهذه المهارات المطروحة لهذه الوظيفة. لن يحل بأي حال من الأحوال الذكاء الاصطناعي محل الإنسان بشكل كامل، سيحتاج دائما إلى وجود التدخل البشري، وهذا التدخل يحتاج إلى مهارات معينة، وبالتالي وجود وظائف للإنسان في مثل هذه التدخلات. قد يكون التغيير في الذكاء الاصطناعي في مجال الصناعة، في مجال الهندسات، في مجال كما نرى اليوم في مجال بعض في كتابة بعض الأجزاء في الورقة العلمية، ولكن لا تحل محل لا الطبيب ولا المهندس ولا الموظف في مجال الصناعة، ولا أي يمكن أن تحل هذا المحل، لأنه هناك جوانب متعددة في هذا الجوانب في أي وظيفة، هناك تفاصيل تحتاج إلى مهارات، وهذه المهارات الذكاء الاصطناعي لن يستطيع أن يصل إليها بشكل كامل. فبالتالي أنا هذه وجهة نظري، قد يعني تبث بعض الوثائقيات التي تتحدث عن الخيال العلمي والتي تقول بأنه سيكون للذكاء الاصطناعي سطوة على البشر مستقبلا، حقيقة يعني هذا الأمر لا أعتقد أنه قد يحدث، لسبب وأن الذكاء الاصطناعي أساسا هو يعمل وفقا لأوامر برمجت، وهذه الأوامر حللت ومن ثم أصبحت سلوك بالنسبة لهم، ولكن هل قد يشكل ضررا؟ حقيقة هذا يعود إلى عملية اللي هو أي شيء في الدنيا يوجد له خلينا نحكي سبل لإبطاله أو سبل لإخماد أثره الخطير، فبالتالي بما أنه من صنع البشر فهو لن يكون له أي أثر، أرى بأنه يعني مستقبلا سيكون بشكل تهديدا أو خطرا أو إلى آخره، إلى جانب يعني عملية اللي هو استبدال بعض الوظائف بالذكاء الاصطناعي، وهو بدأ يعني بالفعل، ولكن تطلبت بعض المهارات، مثل ما بدأ الحاسوب في البدايات يعني كان شيء جديد بالنسبة لنا واعتقدنا أنه سيحل محل بعض الوظائف، ولكن كان الحاسوب جزء مساعدا لتلك الوظائف، وبالتالي تطلب بعض المهارات لتخليص بعض الأمور المتعلقة بتلك الوظائف. فبالتالي أنا هذه وجهة نظري، وإن شاء الله يعني نحن إذا رب العالمين أعطانا عمر إن شاء الله نصل إلى المرحلة التي نرى فيها الذكاء الاصطناعي فعلا يؤدي وظائفه بالشكل المطلوب، فهذا سيكون عنصر مساعد للبشرية وليس عنصر يعني خلينا نحكي غير جيد أو سلبي بالنسبة للبشر. حقيقة إحنا دائما بطبيعة
بطبيعة البشرية تقاوم أي تغيير، فبالتالي إحنا الآن في مرحلة المقاومة، في مرحلة إنه هذا الشيء لن يحل. نعم نحن متفقين أنه لن يحل، ولكن يجب أن تكون المقاومة إيجابية، بمعنى أن نجد سبل لتطوير مثل هذه الأنظمة، وليس أن نجد عوائق لتطبيق مثل هذه الأنظمة. وهذا دائما إحنا في إدارة الأعمال وفي مجال أيضا تطبيق الأنظمة الحاسوبية نقول بأن هناك شيء اسمه إدارة التغيير، وجزء من إدارة التغيير هو المقاومة الإيجابية اتجاه الأشياء الجديدة، ومن ضمن هذه أنظمة الذكاء الاصطناعي. وهذه المقاومة لا تتم إلا إذا أخذنا الأجزاء التي يمكن أن تطور في مثل هذه الأنظمة، وليست التي تعرقل عمل هذه الأنظمة. فبالتالي أنا اليوم يعني أدعو دعوة بأن يكون مثل هذه الورش، أن ندعو، يعني يمكن قدمنا بعض أنها لا تحل محل صحيح، ولكن بالإضافة إلى ذلك تحدثنا بأنه يعني مقترحات من الأساتذة بما تفضلتم به أيضا دكتور علي يمكن أن تطور على مثل هذه الأنظمة، وهذا شكل رائع جدا من أشكال المقاومة الإيجابية تجاه مثل هذه التغيرات، وخصوصا دخول مفهوم الذكاء الاصطناعي في مجال أيضا كتابة البحوث العلمية. أشكركم دكتور علي على مداخلتكم، وأشكر إثراءكم الطيب، وأتشرف دائما بوجودكم دكتورنا العزيز. الأستاذة نجد يوسف، تفضل أستاذتنا الكريمة. السلام عليكم، وأسعد الله مساءكم بالذكر الموصول بالصلاة عن النبي الرسول. جزاك الله كل خير عنا دكتور عبد الله، وأنت أشرت لشيء جدا مهم خلال المحاضرة، وهذا ما يدل أنت اليوم أثبتت بالحجة، وأنا حنعطيك الحجة اللي أنت أشرتني لها. لكفاءتك دكتور، أنت أشرت لنقطة مهمة باعتبار أن الشات جي بي تي يعتبر نموذجا للتعلم الذاتي للمهارات. ليش؟ الطريقة أو الآلية اللي يقوم على إن يقوم كل ما تتعاطى معه بمعلومات كل ما يتطور ويتحسن، وهذا يدل على النمو التدريجي والدائم والمستمر لنمو التراكمي للمعرفة. وهذا يرجعنا بالإشارة للدليل والحجة والبرهان سبحان الله لقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. نحن أمة الإسلام مطالبين بالقراءة، وهذا أكبر دليل أن الشات جي بي تي يثبت الآن أن القراءة أو المعرفة لا يمكن صقلها أو بناء معرفة تراكمية يمكن استحداثها وتوظيفها واستخدامها بكثرة الاطلاع. كل ما تقرأ كل ما أن المعرفة هذه تصقل وخبرتك تفوق الآلة، لأن الشات جي بي تي لا لو سألت على أي معلومة بعد سنة 2021 لا يمكن الإجابة على، لأنه تم تطويره أو تم يعني زي ما نقوله مرن على سنة 2021، ما عندهش معلومات بعد 2021. لو سألنا على 2022 أو بداية 2023 مش هيعطيك ولا معلومة. فهذا يدل أن محدودية التقنية. أنا نشبه فيها الآن، نحن نشهد تطور الصناعة أو زي ما نقول الثورة الصناعية الرابعة التكنولوجية، اللي هي أثبتت أن كل ما طبعاً أنا ما عرفتكمش بنفسي، يعني أستاذة نجلاء يوسف من ليبيا، باحثة أكاديمية ومستشارة قانونية لشركة المنظومة المتجددة لتقنية المعلومات. فعندي جانبين، الجانب القانوني والجانب التقني. فسؤالي هو كالآتي، هل في القانون نعتبر أن المقياس العادل للإنسان الطبيعي بالنسبة للحقوق والالتزامات اكتساب الحقوق والالتزامات هو الشخص العادي، هل ممكن اعتبار الشات جي بي تي هو شخص معنوي له ملكية فكرية؟ طبعا أعلنت شركة أوبن إي آر أن حتكون في علامة مائية بالنسبة لاستخدامات المعلومات اللي من شات جي بي تي، وطبعا هناك باحث أعلن على تطبيق اللي هو شات زيرو، يعني يقدر يثبت أن هذه المعلومة جاءت من شات جي بي تي. هذه أحد الاستحداثات اللي حيتم الإعلان على حسب عملية البحث البسيطة اللي أنا نعتبر نفسي أني وصلت لها، يعني بالمعلومات البسيطة، وطبعا بالإضافة لهذه المحاضرة والورشة اليوم تعتبر جدا مهمة ومميزة، وأثبتت فعلا أن القراءة والاطلاع وفعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق. فشكرا دكتور عبد الله وللمعلومات اللي جدا قيمة، وأنا حبيت بس أني نعطي إضافة، فحبيت أني لو تسمح لي أن درت مبادرة، وحبيت أن الإخوة العرب أنهم يشاركوا فيها، أن شن تجربتك في استخدام الشات جي بي تي في أي مجال، هل أنت مع أو ضد؟ وأني أتعاهد أمام الجميع
إن مخرجات هذه المبادرة حيتم العمل عليها في توصيات 10 نقاط أو مجموعة من النقاط في كتيب بسيط، وحتنزل على قناة التليجرام وحيتم تداولها، يعني تفيد كل باحث يستخدم في هذه التقنية. فأني نعتبر أن الآلة هي زي لما كنا نستخدمه في السيارة البيجو اللي هي بالمارشة، وأصبح الآن مستحدث نستخدمه في السيارات الأوتوماتيك فزي المرسيدس، ولو بتقارن يعني، فهي أداة أو تقنية للرفاهية أو تساعد الإنسان، لكن لا تلغي الإنسان أو العقل البشري وأنها تقوم مقامه، لأنها محدودة. لو للإنسان السيارة في الحالتين الإنسان يستخدمها، فهو من يقود هذه المرحلة. فحتى في البحث العلمي هو الإنسان من يقود هذه الآلة ويطورها. لا يمكن، هذه سنة الله في خلقه، لا يمكن أن يستبدل العقل البشري مهما تطور العلم. فنسأل الله التوفيق ونحمده على ما أعطانا من نعم، وجزاك الله كل خير دكتور عبد الله، شكرا جزيلا الشكر، وجعل الله صدقة جارية في ميزان حسناتك علينا جميعا هذه الورشة. شكرا جزيلا أستاذة نجلاء على مداخلتك القيمة، وأنا يعني أعلم مدى اختصاصكم في هذا الجانب، وأعلم تماما مدى اختصاصكم أيضا في الجوانب القانونية، فأنا يعني أتطلع أيضا للجوانب القانونية في هذا الأمر بصفتكم مختصين أيضا في القانون، لأنه هذا الموضوع يعني يحتاج إلى دراسة قانونية، دراسة تقنية، إلى العديد من الدراسات، وأنا مع المبادرة اللي تفضلت فيها حتى يشارك فيها إن شاء الله الباحثين، فيمكن تتواصلي معنا، وأنا أؤيد مثل هذه المبادرات حتى نصل إلى تجربة خالصة دقيقة لمثل هذه الأنظمة. ويعني دائما التعلم، الإنسان دائما يتعلم شيء جديد، والآلة أيضا الآن أصبحت تتعلم شيء جديد كل يوم، فبالتالي يجب أن نولي اهتماما نحو التغيير الإيجابي والمقاومة الإيجابية على مثل هذه الأنظمة، على أن لا يكون لها أثر سلبي في حياتنا. اليوم احنا بنستخدم العديد من التقنيات فيها ايجابيات وفيها سلبيات، ولكن استخدامنا لها بايجابيه سيعود بالنفع، واستخدامنا لها بسلبيه سيعود بالسلب. الان هل يمكن استخدام الشات جي بي تي والاشاره له كحقوق ملكيه فكريه؟ الى الان بصراحه من وجهه نظري المتواضعه ومن المجريات الحديث مع هذا النظام، لا اجد انه يقدم شيء جديد عن ما يقدمه جوجل على سبيل المثال، مع التمييز أنه جوجل أفضل بأنه يعطيك المصدر لمثل هذه المعلومات. هذا النظام المشكلة الوحيدة فيه أنه إلى الآن لا يعطينا مصدر كلام، وهذه مشكلة، يعني هذا خرق لحقوق الملكية الفكرية. فبالتالي يجب أن يكون هناك آلية قانونية تقنية للحد من مثل هذه المشكلات. لا يمكن حتى وإن كان يعني النظام سيعطي علامة مائية لأي معلومة يقدمها، ولكن هذا النظام لما أعطى هذه المعلومة أعطاها بناء على كم من البيانات مستخدمين عدة زودوا بها من مصادر ومراجع أخرى، وبالتالي يعني لا أرى أن هذه الخطوة بالتحرك الصحيح بالاتجاه الصحيح بالنسبة لشركة أوبن إي آي. يجب أن يكون هناك إسناد لما يقوله هذا النظام إلى مصادر المراجع، وهذا يكون من خلال الربط مع قواعد البيانات المعروفة، لأنه هنا سيعطينا موثوقية أكثر في مثل هذا النظام، وهذا من باب المقاومة الإيجابية لنظام الشات جي بي تي بالذات. فأتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع، وأشكرك أستاذة نجلاء على مداخلتك القيمة في هذه الورشة العلمية، بارك الله فيك. أشكركم في النهاية على مداخلاتكم القيمة، لا أريد الإطالة عليكم أكثر من ذلك، يمكن وصلنا تجاوزنا الساعة عن الوقت المحدد لمثل هذه الورشة العلمية، ولكن لأنه يعني الموضوع يحتاج حقيقة ويستحق المناقشة، وقد أثروا حقيقة الأساتذة مداخلاتهم محتوى هذه الورشة العلمية، نتطلع إن شاء الله إلى المزيد من الورش العلمية التي تتحدث عن مثل هذه الأنظمة والتي تساعدنا في استخدامها بالشكل الصحيح. نتطلع من خلال منصة إفاد بأن يكون هناك أيضا مشاركات من خلالكم في بعض الورش المتعلقة في البحث العلمي، وأيضا كتابة الأوراق البحثية باستخدام مثل هذه الأنظمة، وإن شاء الله يعني سنحاول بأن يكون هناك تسليط ضوء على كل ما هو جديد في مجال البحث العلمي، وهذه مهمتنا التي بدأناها في منصة الباحثين والأكاديميين إفاد. أتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع بإذن الله تعالى، ويمكنكم إن شاء الله الاطلاع على أنشطة المنصة من خلال
الموقع الرسمي infadacademy.com، من خلال الفيسبوك، صفحة الفيسبوك، وأيضا صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بالبحث عن منصة إيفاد، وأيضا من خلال مجموعات المنصة على التليجرام وأيضا على الواتساب. شكرا جزيلا لكم، شكر لجميع الحضور من حضر هذه الورشة عبر برنامج الزوم أو من خلال بث المباشر عبر صفحة المنصة على الفيسبوك. شكرا لجميع الأساتذة على إثرائهم الطيب لمحتوى هذه الورشة العلمية. نلقاكم إن شاء الله في أنشطة وفعاليات قادمة عبر منصتكم، منصة الباحثين والأكاديميين إيفاد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.